هوني راي دابا تعاون دابا راه حنا لايف كاين بارطاجي حتى سامح حسين شويه الله يلتحقوا التحقوا على ما على ما يلتحقوا سامح اوكي دونك سي تقدر توجه شي ميساج للاخوان اللي تحت خويا باش نبداو دابا يعرفوا ان الركض باقي ما بداش الله يجازيك بخير غير بارطاجيو في داك لي كرو باش ساعه كيبقاو يجيو هناك واتيست بداو كيسولوك من دابا بشويه ساعه نبداو الله يبقى مرحبا ماشي مشكل غادي نهضروا اليوم ان شاء الله بالدارجه السياسيه لا بالدارجه حيت الاغلبيه غير مغاربه معنا مغاربه مع بعض نهضروا بالدارجه نهضروا غير مغاربه غير شويه ونبداو اللي التحق دابا بينا اللي كيسمعنا شويه وحده شي خمسه ثلاثه دقائق هكاك واخا ونبداو تلتحقوا بنا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اللايف هذا ان شاء الله نسينو بين ما التحقوا بنا الشباب ان شاء الله ونبداو مازال ما بديناش بقى تقريبا خلاص ياسر ولا العشرة ديال المغرب هي 11 دونك بقى هي 11 ديالكم داكو ايش ويا راه اصلا عاد كيلتحقوا يعني عاد يلا دابا شي 55 واحد يلا ان شاء الله بالنسبة للأسئلة خليهم حتى الآخر ونجاوب عليهم يجاوب عليهم الأستاذ خالد إن شاء الله اللي عرفنا اللي غنجاوبوا عليه اللي ما عرفناش يسمحوا لي صافي توقي لنا نبداو دابا إلا ما يلتحقوا بينا يعني هذا بالنسبة أول حاجة السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير في هذا اللايف هذا اللي اللايف غيكون شويه سبيسيال حيت معنا يعني الاستاذ ولا يعني الغني على التعريف ما احتاجش انني نعرفوا اللي هو يعني ديجا حنا تعلمنا منه حنا تاثرينا منه يعني سيرتو في الدومين ديال الاي تي وبزاف ديال المغاربه يعني اللي
اللي يعني تبعوا واحد التراك ديال البرمجه سواء وتبعوا لي فورماسيون ديالو في يوتيوب يعني تبارك الله عليه في هذا اللايف هذا. وكنشكروا بعدا على هذا الوقت وعلى يعني التلبيه ديال الدعوه ديالنا مع العلم انه ما كاينش في المغرب ومع الخدمه ومع هذه يعني واحد كيلقى صعوبه انه يلقى واحد الوقيته باش يعني باش يكون يعني ديسبونيبل. وبالنسبه للموضوع ديال هذا اللايف هذا يكون اول حاجه يدوي لينا على الباكور ديالو على كيفاش تعلم البرمجه كيفاش قرا مثلا غادي يهضرنا على الباكور اكاديميك وبروفيسيونيل وغادي يدوي لينا شنو تقدروا تقراو في البرمجه شنو هما لي لونغاج اللي مطلوبين شنو هما لي فريمورك اللي مطلوبين كيفاش تقدر تنجح في البرمجه وشنو خصك يكون عندك مثلا الحوايج اللي خصهم يكونوا عندك باش تنجح في البرمجه. وهذا الشيء كامل نخلي الاستاذ خالد هو اللي يتصدر. دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوات الكريمات، مرحبا بكم في اللايف هذا. اسمحوا لنا على الازعاج. دونك نبداو على بركه الله. في الاول نقدم راسي حيت ماشي كلشي كيعرف خالد السعداني. دونك خالد السعداني ديفلوبر مغربي بالنسبه حاليا كندير كونسلتون دوت نت، كندير مستشار برمجي في بروكسل واحد الكليون هنا في بروكسل. كندير فورماتور، عندي دي فورماسيون كنديرهم اون لين كنديرهم سور بلاص دونك في الدومين ديال دوت نت ولا بلاتفورم مايكروسوفت اون جينيرال. كنالف كتبه، عندي تقريبا شي 20 كتاب الحمد لله في الرصيد ديالي ولله الحمد. عندي اوست ياسر الصوت معك اسمك كنت ماشي ما واضح الصوت. لا إذا كان صوت ما واضح نشوف ماشي حاجة في الراديو. سلام نكملوا الصوت واضح. داكور سامارش. دونك باش نكملوا بزاف ما بغيتش نهضر على راسي بزاف، باختصار خالد السعداني مايكروسوفت ام في بي موست فالويبل بروفيشنال من 2017 ولله الحمد في الدومين ديال التكنولوجي دو ديفلوبمون. كندير كونسلتون دوت نت في بروكسل، كندير فورماتور، كنالف كتبه، كنكتب دي زارتيكل، عندي دي فورماسيون كنبوبليهم في الانترنيت، راه كاينه لاشين في يوتيوب اللي كيعرفوها الاخوان مختصه في الدومين ديال دوت نت. المهم هادشي خالد السعداني شكون هو. بالنسبه للباركور ديالي الصراحه الباركور ديالي مرون شي شويه، ولكن الجميل في الدومين ديال الديفلوبمون هو ما كيبازيش على لا كارير نقولوا اكاديميك زعما شنو قريتي وهذا، قدر ما كيبازي على شنو كتعرف دير. هذا الحمد لله من الحسنات ديال هاد الدومين هذا، يعني قدر ما كنتي كتميتريزي الدومين ديالك لي كليون ولا لي سوسيتي ولا لي بارتنير اللي كتعامل معاهم كيصرف النظر على لي ديبلوم ديالك وعلى على لا كارير اكاديميك ديالك اون جينيرال. اون طاشون كره كتعبر مهم يعني بالنسبه للدومين ديال الاي تي ولا الدومين ديال الديفلوبمون لي ديبلوم كيلعبوا دور مهم. بالنسبه لي انا بديت في 2008 خديت البكالوريا ديالي من مدينه القاهره صحاب كندير علوم تجريبيه، من بعد دخلت لوف بي بي تي ليستيا درت ديبلوم ديال ديفلوبمون انفورماتيك عامين في خريبكا. الحمد لله تكلاسيت انا الاول في النيفو ديال لا ريجيون في الجهه الحمد لله تكت كلاسي انا الاول، مي مالوغوزمون خرجت انا الاول ما كانوش شي افاق ما كانت لا خدمه لا والو. دونك ما يمكنش نبقى مربي يدي لان كتعرف الانسان كيكون في واحد لونفيرونمون اللي كيكون شويه الفقر وهذا ما خاصك تخدم. دونك بديت كندير عنجري تقريبا هذه اول مره غنهضر في هاد الحوايج هادو، ولكن ماشي فرصه جات. المهم وقفت القرايه في 2010 ما درتش لا ليسونس لا والو، بديت خدام كندير عنجري في العشيه ان شاء الله ممكن في العشيه ملي كنسالي التجارة ديالي كنت كنجي للدار كان عندي واحد البانتيم 4 بي سي فيكس كنت كنجلس نقرا. حنا نورمالمون في ديك لا بيريود اللي قرينا في ليستيا كنا كنقراو الفي بي دوت نت، قرينا الفي بي دوت نت فاش كندخل كنقلب على لي بروجي سيغ انترنت كنلقى سكيدو موندي هو ستيشار. دونك قلت خاصني نريح نقرا ستيشار باسكو ستيشار هو اللي مطلوب وانا قاري الفي بي دوت نت خاصني نقرا ستيشار. اشنو بديت كندير؟ بديت كنقرا ستيشار كندخل للانترنيت لي فورماسيون كتوبه سيرتو كتوبه كنأسيستي بزاف على الكتوبه.
من الحوايج الزوينين فيا هو انني ملي كنكون كنقرا ولا كنتبع شي حاجه كناخذ دي نوت، كناخذ دي نوت الا ما كانش حدايا شي اجوند ولا شي حاجه، كنقيد في شي دوكيمون ولا وورد ولا هذا، كنوطي داكشي اللي كنقرا باش من بعد ان شاء الله ملي نبغي نرجع ليه نلقى راسي نوطي بلا فاكتور اللي انا فرحت بها باش ما نضربش تماره باش نعاود نفهمه، لان الحاجه كتفهمها ممكن يزيد كتنساها، دونك دو بريفيرونس ديما تبقى تنوطي. بديت كنوطي في واحد الكتاب كنوطي بالعربيه، هادشي كنقول لكم في 2010، في لافان ديال 2010 تقريبا اكتوبر، ف ضربت تقريبا واحد شهرين مع ولا شهر مع استشار، في الاخر جيت نلقى داك اللي نوط كنحط بديت كنشوف جاني بحال شكل الكتاب، قلت اجي قلت دابا هاد لي نوط هادو اللي ما لقاتهمش على شكل الكتاب، وديجا نحط عندي موهبه ديال الكتابه الحمد لله، كنت كنكتب روايات كنكتب قصص يعني الحمد لله، عندي شويه كازعم ان عندي شويه ديال الخبره في اللغه العربيه، داك اللي نوط كنت مقيد في داك الكتاب رديتهم صوفهم داك الكتاب سميتو سبيلك المختصر لتعلم لغه استشار، هذه اول مره نقولوها حتى هي درت بي دي اف ببليتو في واحد السيت كيتسمى كوكو.انفو، كنستافدو منو الناس ما عندي غرض حتى شي حاجه، درت في الايميل ديالي التليفون هذا، هذا الكتاب هذا تقريبا هو المنعرج ما بين داك التيار اللي غادي في ديال التجاره وما بين التيار انا اللي خاصني نرجع للدومين اللي كيعجبني اللي هو الديفلوبمنت، دونك الكتاب الحمد لله شي كونغ في 2010 لقى واحد النجاح كبير ما كنتش كنتوقع، كيجوني لي زيميل كيجوني لي زابيل من العالم العربي كنعجبني الكتاب، كيطالبوا بالجزء الثاني من الكتاب وإفكتيفلي خرجت الجزء الثاني ديال الكتاب، يعني الحمد لله صدقت تعلمت لغه ديال الاستشاره بوحدي الحمد لله، صدقت مؤلف كتاب في جوج ديال الاجزاء او ميم طون بدو كيجوني البروجي مع لي كليون اللي كنخدم، خدمت دي كليون في العالم العربي خدمت دي بروجي درت دي فورماسيون بدات كتيسر الامور الحمد لله، من بعد مشيت خدمت في كازا، خدمت في كازا ما عجبتنيش الاكسبيريونس ديال كازا، الدومين كنخدم واحد لونغاج قديم شويه بحال باسكال ما عجبنيش، انا كنبغي ديما شي حاجه تكون جديده شي حاجه دي لا طوندونس، دونك خرجت من الخدمه جيت بقيت خدام فريلانس تقريبا واحد المده ديال 3 سنين خدام في الفريلانس، ما كنقرا ما والو كنهضر على القرايه اكاديميك، اما نورمالمون لو فورماسيون ديما خدامه ديما سيلف ليرنين ديما الحمد لله الاكسل كيعمر راسو كيتشارجا وكيتريسورس مزيان، من بعد لا بيريود ديال الفريلانس عاوتاني كندوز واحد الكونكور ديال وزاره الماليه نجحت فيه 2014 وزاره الماليه كنت موظف عمومي في وزاره الماليه، وبقيت كندرج ندرس ولي تقريبا رئيس مكتب جهوي ديال نظام المعلومات، ندوز تقريبا في 5 سنين في الماليه ما عجبنيش الحال حيت راك عارف خدمه في البيبليك ماشي هي ما كتكونش سبيساليزي، المهم خدام ولكن ما خدامش في الدومين ديالك، خدام في انفورماتيك دي فاصون بانوراميك ما كتديفلوبي ما والو، خدام غير هيلب ديال انفالي كونفيغوري الى اخره، دونك ديميسيونيت من وزاره الماليه، وقبل منها كنت درت واحد لا ليسونس اون باراليل درت ليسونس في الوقت ديال سلا في لانجينيوري دي زابليكاسيون موبيل، الحمد لله خديت ديبلوم حتى هو جلد ماستر في ميكس كيسمى الانتيليجنس بروسيسينغ سيستم في الداتا ساينس في الانتيليجنس ارتيفيسيال الماشين ليرنين ديب ليرنين الى اخره، دونك هادشي شجعني باش انني ناخذ ديك الخطوه ديال لا ديميسيون، كتولي تلقى عندك واحد دي ديبلوم عندك واحد الباكاج اللي ما غاديش باذن الله طونكو عندك واحد البوتونسيال باش غادي تخدم ما غاديش دير، دونك خديت ديك ليطاب ديال ديميسيونيت وبديت خدام عاوتاني في المانيا في المغرب، من بعد ان شاء الله مشيت خدمت في اوروبا كونسلتون موبيل كروس بلاتفورم خدامين بلوتي ديال زامارين فورمز، المهم هادشي هادشي كنقول لكم دابا غير الخطوط عريضه ما بين خط وخط راه كيدوز بزاف ديال التفاصيل، ولكن هادو دونك هذا هو تقريبا الباركور الاكاديمي البروفيسيونيل ديالي غابيد، ما كاينش حوايج ما هضرتش عليهم لانني نسيتهم كاين شي حوايج بغيتهم بل المهم هذا اون جينيرال اخويا سير هو هذا الباركور. تبارك الله يعني الباركور سيرتو ان الواحد كيبدا من واحد كيبدا من واحد كيكون عنده واحد الظروف كتكون واحد الظروف ما مساعداش ان بزاف ديال الحوايج هو اللي كيخلي الواحد واقيلا يمشي بعيد في اي دومين واقيلا ماشي غير البرمجه يعني كيخليك حتى داك الموتيفاسيون داك هكا باش انه يمشي بعيد، وبالنسبه لهذا الدومين ديال هذا اكاديميك بالنسبه للبروفيسيونيل تقدر مثلا تسوي لينا حتى الدومين ديال ان كيفاش تقدر انك تدخل لي فورماسيون اونلي انك تبدا مثلا شي يوتيوب تبدا في يوتيوب تبقى تدير دي فورماسيون باللغه العربيه، منين جات هذه ليدي مثلا ديال انك تدخل للعالم ديال الويب وتوصل للملايين نقدروا نقولوا ديال الناس اللي يقدروا يتبعوا هذه لي فورماسيون ديالك
ودي فورماسيون فاش كنقولوا دي فورماسيون راه دي فورماسيون اللي كيعترفوا بها بزاف ديال الدول العربيه ماشي غير في المغرب يعني اللي كيتابعوهم واللي كيلقاو نجاح كبير. الله يبارك فيك السيسي. هو اول حاجه الفضل هذا الشيء كاع كامل ماشي زعما بسبب الجهد ديالي ولا بسبب الحيله ديالي ولا بسبب زعما نقولوا الامكانيات ديالي، هو الفضل ديال الله عز وجل. حنا غير كنديروا الاسباب والله عز وجل هو اللي كيكتب النجاح. بالنسبه للاستوار ديالي كيفاش دخلت في الويب، ذكرت القصيده الاول كتاب الفته في 2010 الحمد لله، من بعده جاو كتب اخرين تقريبا كما قلت لك الاول شي 20 كتاب. بالنسبه لفيديو في يوتيوب كنت كريت لاشين في الاول غير باش نبارطاجي لي كونيسونس ديالي، انا تقريبا نفس الفكره ديال الكتاب، انا ليسونسييل عندي هو كنبارطاجي داكشي اللي كنعرف. بديت في الاول ولكن ما كنتش متحمس صراحه، تقريبا لاشين كانوا فيها تقريبا شي 10 الفيديوهات لشنو، ولكن شنو اللي غادي ديكلونشي لاشين يوتيوب فهمتيني، كيتسمى داك ليفينمون ديكلونشور شنو كيتسمى داك الحدث المولد توقيت غريبه. كنت الفت واحد الكتاب بلونغلي تقريبا في 2013 درت استشار واحد الكتاب كنت الفته بلونغلي، وذاك الكتاب كان تصل بيا واحد تيد عنده شي شركه في تركيا، قال لي الشركه ديال لي فورماسيون كيصوبوا دي بروجي وهذا، قال لي يا رشف الكتاب ديالك وعجبني، قال لي واش ممكن دير لينا دي فورماسيون فهمتيني في استشار، وكانت شي في رمضان. المهم قلت له ماشي مشكل شنو، المهم تناقشنا على لي ديتاي وهذاك الشيء. بديت خدام في لا فورماسيون استشار، هما كانوا اللي كطلب مني جوج ديال لي فورماسيون استشار والووردبريس، وديت كنت كنخدم الووردبريس كنت كنخدم استشار مزيان الحمد لله. دونك سجلت لي فورماسيون ارسلتهم لي، كنت ساذج ولا نقولوا كنت عابط انني ارسلتهم له بلا ما ناخذ المقابل المادي ديالي، دونك هو خذاهم انت فهمتيني، دونك على نصب عليا. دونك ملي ما صورت والو قلت انا غادي يبقاو عندي دي فيديو ما ندير بهم والو اجي نبيبليهم في يوتيوب فهمتيني. دونك هذا هو ليفينمون ديكلونشور بيبليشن في يوتيوب الحمد لله لقاونا كبير. الفورماسيون كنهضر على الفورماسيون ديال سي شارب، هذه القصه ديالها حتى هي. دونك بدات ولكن الحمد لله تعلمنا الناس بزاف ويسيو الدوره ديال الووردبريس، فاش لقيت الحمد لله الفيدباك والناس عاجبهم داكشي وكيستافدوا ايفيكتيفمون، الناس كيبروفيتو من داكشي في الدومين بروفيسيونيل كيقدروا يخدموا دي بروجي كيقدروا يلقاو دي بوست ديالهم في دي سوسيتي الى اخره. دونك تشجعت قلت نكمل في هذا والحمد لله كملنا، يعني درنا دي جات موراها الفورماسيون ديال دوره المبيعات اللي كنا خدمنا في ان بروجي كومبلي بلو لونغار سي شارب اس كي اس سيرفر بلي رابور الى اخره. دونك دازت هي مزيان الحمد لله. من بعد مشينا في الدومين ديال لي فورماسيون، والوبجيكتيف برينسيبال اخويا ياسر هو كيفاش تبارطاجي لي كونيسونس ديالك باش يستافدوا منك الناس فهمتيني، ان لانفورماسيون الا بغيتي تستافد منها انت كشخص وتبقى عاقل عليها وتبيتريزيها مزيان بارطاجيها، هذه نصيحه معتمده. دونك بارطاجي لانفورماسيون غادي تستافد منها انت اولا لانك غتبقى عاقل عليها مزيان بحكم انك غادي تعاودها وغيسولك عليها الناس، دونك غتبقى معمرك غتنساها باذن الله. او ميم طون كاين الاجر فهمتيني، الا كانت نيه خالصه لوجه الله علاش لا، الانسان كيبارطاجي لانفورماسيون باش ياخذ الاجر، هذا هو لوبجيكتيف. داكوغ تبارك الله عليك. وبالنسبه للتوجه ديالك ان التوجه مايكروسوفت يعني ماشي 100% ولكن وقيلا شي 80% ديال الدومين ديالك مايكروسوفت، شنو خلاك انك تتبع مايكروسوفت بعدك اي حاجه عندها علاقه بمايكروسوفت ديفلوبمون في خصوص مايكروسوفت في البرمجه؟ تماما هو اخويا سير، انا دائما مع الفكره ديال التخصص فهمتيني، انا كنقول الانسان الا بغى ينجح في شي دومين خاصو يتفوكاليزي على ان سبيساليتي ما يبقاش مشتت فهمتيني. انا الحمد لله قريت بزاف ديال لي تكنولوجي ابار مايكروسوفت، خدمت بالجافا قريت الجافا، خدمت بدي لونغاج اخرين سي بلس بلس بي اش بي الى اخره، لكن سيغتان مومون كتقول خاصك الا بغيتي تكمل وبغيتي تتعمق بغيتي تاخذ هاد الدومين على اساس انه حرفه باش تصور منها طرف الخبز وتعيش منها خاصك تخصص. دونك التخصص مهم بزاف هذا، علاش انا قلت غادي ناخذ مايكروسوفت بحكم انني قريت لي تكنولوجي ديال مايكروسوفت، درت لي فورماسيون في لي تكنولوجي ديال مايكروسوفت، وعندي الحمد لله البوتونسييل في لي تكنولوجي ديال مايكروسوفت. دونك قلت غادي نبقى في هاد لا زون هادي، و ايفيكتيفمون الحمد لله بقيت في لا تكنولوجي ديال لي تكنولوجي ديال مايكروسوفت و لا بلاتفورم اون جينيرال. دونك فوالا داكور، هادي كانت بالنسبه لكا بريزونطاسيون كا يعني كا باركور عليك لي تبارك الله. ما واخا نطوق الى ما يصلحش اننا نقولوا في 10 دقائق ولا خصو سوايع باش نقدروا باش تصلحوا هذه خطط عريضه، والا فانك تخلص مسلسل مسلسل هذاك يعني كيبقى فيه كاين بزاف ما يتقال. دابا ان شاء الله خصنا نبداو يعني باش نحطوا الناس في الصوره، مثلا اي واحد بغى يتعلم البرمجه، اي واحد بغى يدخل لهذا الدومين شنو خاصو؟ من واش البرمجه خاصه بالناس ديال العلميين، واش البرمجه مثلا واحد دير مثلا الشبكات الريزو
ولا داير شي دومين اخر، واش ما عندوش الحق يدخل البرمجه مثلا ويقراها، واش غادي يلقى شي صعوبه مثلا، واش وعاوتاني واحد السؤال مهم بزاف اللي واش ضروري مثلا يكون عندك مع الماط مثلا، يكون عندك قاري الماط مثلا في بحال الماط يعني الاناليز داكشي ديال يعني باش ضروري تدخل الدومين ديال البرمجه، هما اللي باش نبداو مع الناس يعني زيرو يعني باش يكونوا عارفين شنو كاين. تفضل. دونك واخا سياسي شكرا جزيلا خويا على هذا السؤال هذا. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا الديفلوبمون يعني اول حاجه، وهذا الميساج ماشي زعما كاين كنقولوا من باب التفاؤل ولا من باب ايجابي، ولكن هذا توصيف وهذا واقع فهمتين، ماشي ضروري تكون عندك شي تخصص معين، ماشي ضروري تكون ادبي ولا علمي ولا هذا، ممكن اي شخص، بل انا كن الناس اللي عندهم واحد النيفو اكاديميك اللي نقول مثلا خارج من الابتدائي ولا هذا ممكن يتعلم البروغراماسيون، حيت هذيك انا بحال شي صنعه فهمتيني، كما ممكن تمشي تتعلم شي صنعه ممكن تتعلم البروغراماسيون. البروغراماسيون واحد لونسومبل ديال واحد مجموعه ديال المهارات اللي ممكن اي واحد يتعلمهم. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للرياضيات، الرياضيات اخويا سير مهمه الا مشينا في واحد لو سونس ان سيغتان سونس، الا مشينا مثلا في ديفلوبمون ديال ابليكاسيون ديال انجينيوري وهذا، ممكن نقول لك خاص عندك المات لانك غادي تخدم بالمات. بنفس القضيه اللي قلت لك مثلا غادي تصوب ديزابليكاسيون وعندهم علاقه بالدومين ديال الميدسين خاصك تعرف الميدسين. دونك بالنسبه للمات ولا بالنسبه لشي حوايج اللي ثانويا بالنسبه للدومين ديال البروغراماسيون فهمتيني، الا عرفتيهم غادي ينفعوك في واحد لو تيب ديال ليزابليكاسيون اللي غادي تخدمهم، الا ما عرفتيهمش ممكن تعلم البروغراماسيون وتخدم واحد لوطخ تيب ديال ليزابليكاسيون اللي ما عندو علاقه بالمات. دونك هذه الاولى هو المنطق الرياضي، يعني كنهضروا على لا لوجيك ماتيماتيك، هذه مهمه بزاف ضمن البروغراماسيون، الانسان يكون لوجيك في دماغه فهمتيني، لان لا لوجيك كتلعب دور مهم بزاف في البروغراماسيون، ولكن ماشي ضروري تكون تعرف الرياضيات الا بغيتي تعلم البرمجه. دونك كما كان التخصص ديالك كنت كتعرف الرياضيات اللي ما كتعرفهاش، المهم غير لي زوبيراسيون دو باز الاولين اللي كنهضروا على لا سوم على الملتيبليكاسيون على الديفيزيون الى اخره، هادو ضروري كتحتاجهم في دي زالغوريثم كتخدم بهم الى اخره. اما الا هضرنا على المات بلو سونس افونسي مثلا كتهضر على لي فونكسيون ولا كتهضر مثلا على شي حوايج اللي هما افونسي في المات، لا هنا سبا اوبليجي باش تعلمهم باش تدخل الدومين ديال البروغراماسيون، ممكن تكون ديفلوبر ولا ما تعرف هاد الحوايج هادو. وكما قلت لكم يعني بالنسبه لهاد الحوايج هادو العلاقه ديال ديفلوبر بهم كما العلاقه ديالو بدوطخ دومين بالميدسين ولا بالبيولوجي ولا على حسب لو جونغ ديال ليزابليكاسيون اللي هو خدام فيهم. دونك هذا بالنسبه لهاد القضيه هذه. بالنسبه للناس اللي يلاه غادي يبداو في الدومين ديال ديفلوبمون ديال صناعه البرمجيات، الحاجه الوحيده اللي كناكد عليها هو الالغوريثميك. علاش كناكد على الالغوريثميك؟ حيت الالغوريثميك بحال ما تقول هي لو لونغاج اللي قريب لو لونغاج اوما، يعني الا جيتي انت كانسان مع مكره ديال البروغراماسيون دخلتي البروغراماسيون غادي تفاجئ بواحد الكم هائل ديال لي مو كلي ديال لي نوسيون اللي ما غادي تفهم فيهم حتى شي حاجه. تقدر تضغط على نفسك واحد شويه تكبر وتخدم، ولكن مع المده غادي تلقى راسك انك ما قادرش تنمط. دونك داكشي علاش الانسان ديما ياخذ الحوايج بلي نورم ديالها، لي نورم ديال البروغراماسيون هو تبدا بالخوارزميات، تبدا بالالغوريثميك. شنو هي الالغوريثميك؟ الالغوريثميك ما بقاوش نعقدوا الامور، يعني ماشي ضروري تمشي تقرا الالغوريثميك بلو سونس افونسي ديالها، الالغوريثميك غير تعرف واحد لو لونغاج اللي يمكن لك ترجمو لونغاج ماشين. دونك انا مثلا بغيت نصاوب ابليكاسيون كدير لا سوم، ان سامبل اكزومبل ياك بغيت نصاوب ان ابليكاسيون كدير لا سوم ديال واحد دو نومبر، واحد الابليكاسيون كدير الجمع ديال جوج ديال الاعداد، الا جيت نخدم بلو لونغاج ديال البروغراماسيون نيشان نقدر نقاد حيت لوبيراسيون بازيك، ولكن دو بريفيرونس نبدا بالالغوريثميك هي الاولى اللي كنت مازال ديبيتون، اجي نحط واحد لونسومبل ديال لي زيتاب لوجيك، واحد مجموعه ديال الخطوات منطقيه اللي غادي توصلني لهذا الحل هذا. اشنو هما الخطوات المنطقيه؟ الخطوه الاولى غادي نديكلاري واحد جوج ديال لي زون مثلا في الميموار كيتسموا دي فاريابل، غادي نستوكي فيهم لي فالور اللي غادي يدخل ليا ليتيليزاتور. ابري كنطلب من ليتيليزاتور يدخل ليا دوك جوج ديال لي فالور، يعني كنطلب منه باش يدخلهم وكنقرا دوك لي فالور، يعني عندي الانبوت والاوتبوت والانبوت. من بعد فاش كيولي عندي دوك لي فالور كندير تريتمون، يعني كن اكزيكوتي واحد الانستركسيون اللي كدير لا سوم ديال دوك لي دو فالور كي سون ستوكي او نيفو ديال لي دو كاز ميموار اللي ديكلارينا في الاول قلنا هما دي فاريابل. دونك الالغوريثميك كتخليك تفهم هاد لي نوسيون هادو، شنو هي كاز ميموار، شنو هو فاريابل، سميتو الترتيب ديال لي فونكسيون كيفاش كتكزيكوتا الى اخره. هاد الحوايج هادو اللي دخلتي البروغراماسيون ما غاديش تاخذهم وغادي يدعي لك وقت كثير باش تعلمهم. دونك دو بريفيرونس ديما الانسان يبدا بالالغوريثميك هي الاولى. الالغوريثميك الحمد لله كاينين دي كور موجودين في الانترنيت، كاينين يعني الانسان يقرا اللي بغى يتعلم البروغراماسيون يدخل الالغوريثميك هي الاولى، يعرف شنو هما لي فاريابل، شنو هما لي فونكسيون، شنو هما لي طابلو، شنو هما لي ستركتور كونديسيونيل، لي ستركتور ريبيتيتيف، فهمتيني. من كيعرف هاد الحوايج هادو كيعرف شنو هو لانتيغي ديالهم،
من بعد كيجيه ساهل انه يدير من الترادكسيون فيغ واحد لونغاج دو بروغراماسيون. ديك الساعه كيبقى غير لو شوا ديال ان لونغاج دو بروغراماسيون اللي من خلاله غادي يترجم داك الالغوريثميك باش يولي ان ابليكاسيون. هنا غادي نهضروا عاوتاني على لو شوا ديال لونغاج دو بروغراماسيون، كيفاش غادي نعرف لو لونغاج اللي غادي يناسبني. اون طون كو ديبيتون ماشي مشكل، اختار اي حاجه باش ما تضيعش الوقت في دوك النقاشات اللي ما غادي يفيدوك بوالو. اختار اي حاجه، اختار سي بلس بلس، اختار سي، اختار في بي دوت نت، اختار فيزيوال بازيك 6، اختار اي حاجه. ليسونسييل هو تاخذ لابيتود مع ان لانغاج دو بروغراماسيون غيال اللي من خلاله غادي ترجم داك الالغوريثم اللي انت حطيتي بالورقه والستيلو، ولا غير ذهنيا غادي ترجمه غادي يولي ان ابليكاسيون. من بعد ان شاء الله فاش تولي عندك لي باز ديال البروغراماسيون، ديك الساعه انت غادي تولي قادر باش تاخذ القرار، تولي عارف شنو الحوايج اللي كترتاح فيهم وشنو هما الحوايج اللي تقدر تمشي فيهم مزيان. فاش كتوصل هذا لو نيفو هذا نهضروا على لا سبيسياليزاسيون، نهضروا على التخصص. دونك الانسان فهاد لو نيفو هذا ممكن ياخذ القرار اش من تخصص يقدر يمشي فيه. التخصصات في الدومين ديال البروغراماسيون كاين بزاف ديال الاختيارات، دونك كاين الحمد لله بزاف ديال الفرص متاحه امام ديفلوبر باش يختار لو دومين اللي هو كيرتاح فيه والدومين اللي غيقدر يعطي فيه مزيان. اما يقدر يمشي مثلا في الدومين ديال ديفلوبمون ويب الا كان كيلقى راسو كيعجبو صوب لي زابليكاسيون ويب لي سيت ويب الى اخره، دونك يقدر يختار هذا الكورسوس ديال ديفلوبمون ويب. والديفلوبمون ويب براسو حتى هو فيه دي سو سبيسياليتي، يعني صاب يعني نقدروا نقولوا تخصصات فرعيه. يقدر مثلا يمشي فرونت اند، يخدم مثلا ب الفرونت اند ابليكيشنز، يصاوب مثلا دي نقولوا لا كوش فيزوال ديال لي زابليكاسيون ويب. ولا يمشي مثلا باك اند ديفلوبر يخدم في كوتي باك اند، ولا يجمعهم بجوج يخدم فول ستاك. دونك عنده بزاف ديال لي شوا. هادشي اللي هضرنا في الويب. في الموبيل كذلك ثاني كاين بزاف ديال التخصصات على حساب لي زوبسيون اللي كاينين. ممكن تمشي اندرويد ديفلوبر، ممكن تمشي اي او اس ديفلوبر، ممكن تمشي كروس بلاتفورم ديفلوبر، يعني كتخدم بدي تكنولوجي. الله اكبر. يعني كيتقدمكم ممكن الاذن نكمل. سامحونا الاخوان ديال ما ان شاء الله باش من بعد ان شاء الله نجاوبوا عليه انتما نسال الوقت. نكملوا دونك فوالا. دونك حنا هضرين على التخصص. الانسان ان شاء الله فاش كيولي عارف لي باز ديال البروغراماسيون ديك الساعه كيقدر ياخذ القرار باش يتبع التخصص اللي كيناسبو، كيناسب داك البوتونسييل اللي عنده على حساب داك الميولات ديالو واشنو كيعجبو. دونك قلنا اما يقدر يمشي في الويب، اما يقدر يمشي في الموبيل. الموبيل قلنا كاين بزاف ديال سبيسياليتي حتى هو، اما يصاوب دي زابليكاسيون ديستيني للبلاتفورم لافيرونمون ديال اندرويد ولا اي او اس ولا الويندوز 10 ولا كروب بلاتفورم. يخدم مثلا فلاتر ولا زامارين ولا زامارين فورمز، كيصاوب دي زابليكاسيون عندهم لو ميم كود بيز، يعني نفس الكود ولكن فاش كدير البيلد كتجينيري لك 3 زوتبوت على حساب لي زونفيرونمون. دونك كيتسمى كروس بلاتفورم. ولا ممكن يمشي مثلا للدومين ديال ديسكتوب، وهذا ما كنصحش به. دونك لان بدا الناس بداو كيهضروا للدومين ديال لي زابليكاسيون ديسكتوب حيت كيكونسومو لي ريسورس بزاف، وحيت كيبقاو لي داك لورديناتور وماشي ميلتي يوزر. المهم بزاف ديال البروبليم كاين فيهم، هضروا فيهم ان شاء الله فشي مره اخرى. لكن بغيف بالنسبه لي زابليكاسيون بيرو دي كونساي، يعني الانسان بلا ما يضيع في وقته يحاول اما يتخصص في الويب ولا في الموبيل ولا في دوطخ سبيساليتي اخرين. من نهضروا مثلا الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا على هادشي اللي كاين دابا داتا ساينس، هما دي سبيساليتي زوينين ومطلوبين. سينو راه كاين بزاف التخصصات، ولكن لو مومون يعني اللحظه المناسبه باش الانسان يتخذ قرار اش من تخصص يقدر يمشي فيه هو ملي يعرف لي باس. الانسان ما يضيعش الوقت في الاول يدي يسول دوك الاسئله ديال واش نتعلم هذه ولا نتعلم غير تعلم
الاول تعلم يعني جات قدامك تعلمها كما قلنا بدا بالالغوريثميك هي الاولى. الالغوريثميك ما ضيعش فيه وقت بزاف, عرف غير لي سميتو لي زيليمون دو باز لي بيلي ديال الالغوريثميك, الحوايج اللي غتقدر ترجمهم من بعد لانغواج دو بروغراماسيون. من بعد داكشي اللي تعلم فيه ترجمو ان لانغواج دو بروغراماسيون, اختار اي لانغواج دو بروغراماسيون باش تبقى تسول ام احسن جافا ولا دوت نت ولا سي بلس. ما تبقاش تسول هاد الاسئله انا غادي نضيع فيهم الوقت وغادي نضيع فيهم الجهد وغادي تدخل في نقاشات عاقمه ما غتفيدك بوالو. اختار اي لانغواج تعلم داكشي اللي تعلم فيه في الالغوريثميك براتيكي في ان لانغواج دو بروغراماسيون. ملي غتولي ضابط لي باز غتوصل داك لو مومون باش غتاخد القرار اش من تخصص غادي تمشي فيه. ديك الساعه ملي غتاخد داك التخصص غادي تمشي فيه مزيان ان شاء الله. دونك هذا الباكور. وباش نذكروا ماشي ضروري يكون عندك مع الرياضيات, ماشي ضروري يكون عندك مع لونغري, ماشي كنهضر دابا بصفه عامه الا فان بغينا نديطايي وراه المساله تحتاج الى حصص وحصص. بالنسبه للونغري علاش قلت لكم ماشي ضروري, لان لي فورماسيون اللي موجودين ماشي كامل بلونغري. دونك ممكن تعلم بروغراماسيون باش غادي تخدم بها باش غادي تمشي بها مزيان, ولكن من بعد ان شاء الله ملي غتبغي تافونسي مزيان هنا غتحتاج لونغري. دونك بالنسبه للاول ما تصدعش راسك مع لونغري, دونك غير تعلم ومع الوقت غتلقى راسك كتعلم لونغري يعني لا شعوريا كتعلم لونغري, لان كاين شي حوايج كتاخذهم بلو لونغاج, شي حوايج كتاخذهم مع لا ريشيرش, شي حوايج كتاخذهم في الكور. دونك ما تصدعش راسك في الاول تقول لا خاصني دي بريغوكي, خاصني نكون نعرف الرياضيات, خاصني نكون نعرف لونغري, خاصني نكون علمي. هادو سون دي زوبستاكل, حواجز نفسيه اللي كيوضعهم الانسان باش ما يمشيش مزيان. دونك هاد الحواجز حيدهم, بدا تعلم, تعلم لا بروغراماسيون وبشويه بشويه ان شاء الله الانسان راه كيتعلم. وماشي ضروري تكون كتميتريزي كلشي باش تسمى ان ديفلوبور, راه الانسان في حياته كيتعلم, راه ما كاينش شي واحد اللي كيميتريزي كلشي ولو في التخصص ديالو. ولا مشينا مثلا ان ديفلوبور موبيل في واحد التكنولوجي بيان ديفيني, مثلا مشينا للزامارين فورمز ديفلوبور كيخدم الزامارين فورمز, راه ما عمرك تعرف كيميتريزي الزامارين فورمز كومبليتمون, يعني كيميتريزي بارفيتمون, ما كاينش هاد لا نوسيون هادي. الانسان راه كيتعلم داكشي اللي غادي يخدم به, وفين ما كيحتاج شي حاجه كيغوشيرش وكيتعلم, داكشي كيتكوميلا. دونك ما تصدعوش راسكم بدوك الافكار المثاليه ديال لحق خاصني تنميتريزي الحاجه مزيان, خاصني نتعلم, خاصني نتقن هادشي عاد ندخل نخدم به. داكشي اللي تعلمتيه خدم به, وانت كتخدم في دي بروبليم, دوك لي بروبليم سون دي تشالنج اللي تعلم من خلالهم شي حوايج اللي ما كنتيش عارفهم. وهكذا الحمد لله, يعني هذه هي الخاصيه البشريه, الانسان كيتعلم عبر الممارسه. سينو كنت ناوي تعلم لا فاصون اكاديميك لا فاصون كونفونسيونيل ما خدامش. دابا حتى في لي زيكول, لي زيكول دابا اللي في شكل نقول الدرام ديال الشكل ما بقاوش كيخدموا بهاد لا بيداغوجي كونفونسيونيل ديال, يعني كيجي كيلقناك الكور من الاول حتى الاخر, عاد كتقدر تخدم ديال لابروش كتسمى البي بي ال بروجيكت بيزد ليرنينغ ولا البروبليم بيزد ليرنينغ لابرونتيساج اترافير لي بروبليم. دونك كتعلم هذوك لي بروبليم كتواجه, كيجيك فورماتور في الاول ان اكزامبل, انا كتخدم بهاد القضيه الحمد لله خدامه سامارش, وصف لا ليسونس كدات الميموار ديال لا ليسونس ديالي في هذا لو سوجي هذا ديال بي بي ال بروجيكت بيزد ليرنينغ. كيجي مثلا اول حصه مثلا استاذ غادي يقرا لك لاندرويد, ما غاديش يجي في الاول يقول لك مثلا اشنو هما لي فاريابل, اشنو هما اللاي اوت, شنو كيفاش هو معك هاد الحوايج هادو. كيجي كيقول لك ودي بغينا نصاوبوا واحد الجو, ياك هاد الجو شنو كيدير هاد الجو, كيشرح لك هو البيزنس البروجي اشنو فيه, ياك كيقول هاد البروجي باش غنخدموا, غادي نخدموا بواحد لا تكنولوجي كتسمى مثلا كذا ولا بواحد لونغاج كيتسمى اكس ولا هذا, كيعطيك لي زيليمون دو فاز. كيقول لك في الحصه الجايه ان شاء الله نتمنى تكونوا كرييتو البروجي. نتمنى نفهموا اصلا مع دوك او اس جي, كتمشي كتقلب شنو هو داك الاندرويد هذا, كتقلب دوك اوتوماتيكمون كتلقى ان بروبليم, داك البروبليم كتسعى باش تلقى لي واحد لا سوليسيون. كتعلم اكثر من الى الاستاذ عطاك ديك لا فورماسيون واجده. دونك كتعلم كيفاش تانستالي, كتعلم كيفاش تكونفيغري, وايفيكتيفمون في الحصه الماجيك كتلقى راسك انستاليتي الاندرويد ستوديو, خدمتي لي زيليمون دو باز. كيجي هو ديك الساعه كيقول لك دونك دابا شنو غادي نديرو, غادي نصوبو مثلا واحد الانترفاس كدير هادي وكدير هادي وكدير هادي, ما كيعطيكش الكود, ما كيعطيك حتى شي حاجه, كيهضر معاك يعني بحال شي واحد كيهضر معاك هادي وانت اللي كدير كلشي. الاستاذ كيكون لو رول ديالو بحال غتقول واحد المونيتور, يعني واحد الموجه مثلا كيديرها ليكسيون. دونك هاد لابروش هادي مزيانه ومزيانه حتى في التعلم, يعني تكون كدير لوطو فورماسيون دير هاد القضيه كما تعلم اكثر لي بروبليم. حتى مثلا هاد القضيه ديال لي فورماسيون كيكونوا طوال ما ننصحكش بهم. كتلقى مثلا واحد طارح مثلا ان لانغواج مثلا جافا ولا سي شارب فورماسيون فيها 60 ساعه ولا 70 ساعه, ضد هاد القضيه هذه معاها يعني كفورماسيون. ولكن بالنسبه لان ستوديو ما يتبعش كامله 60 ساعه ولا 70 ساعه بزاف. دونك تعلم داكشي اللي تخدم به وبدا خدام, ديك الساعه غطيح شي بروبليم سير غوشيرشي لا ريشيرش, تعطيك ان فيديو ولا تعطيك ان ارتيكل ولا تعطيك ان ريبونس ستاك اوفر فلو, غادي تاخذها غادي تفهم غادي تستافد غادي تبراتيكيها. دونك احسن من انك تضيع 60 ولا 70 ساعه في شي حوايج اللي تقدر مع عمرك غتخدم بهم اصلا. كاين دي فورماسيون كتقرا شي حوايج مع عمرك غتخدم بهم, دونك غير كتضيع فيهم وقت. وهاد الحوايج هادشي علاش كنقولوا هادشي, انا اخطاء وقعت فيهم. والخطا في الامر ان كاين دي لونغاج اللي ضيعنا فيهم وقت كثير, ضيعنا فيهم سنوات ودابا ما خدامين بهم ما والو. دونك علاش ضيعنا داك الوقت كامل, فاهم؟
اعطي ان اكزامبل مثلا الفي بي دوت نت. الفي بي دوت نت تقريبا واحد 8 سنين ولا 7 سنين وانا خدام في الفي بي دوت نت، ودابا السنوات الاخرى ما بقيتش خدام به. دونك داكشي اللي كامل اللي داز هو الحمد لله في الوقت ديالو استفدنا منه، ولكن فاش كتشوف يعني واحد النظره براغماتيك كتقول ما يستاهلش انني نضيع عليه واحد 7 سنين ولا 8 سنين، فهمتي؟ يعني كان قرار خاطئ، وكان القرار الخاطئ كتبان مع الوقت، وفي الغالب اي واحد غادي يطيح فيهم. ولكن الانسان يحاول مينيميزي من هاد الخسائر هادو، ويحاول يكون انتيليجون، يكون براغماتيك، وديما داكشي اللي يتعلم مقدر داكشي اللي غادي يخدم به، ما يضيعش وقت شي حوايج اللي ما غاديش يخدم بها ولا شي حوايج غادي ياخذوا لي وقته، وفي الاخر غادي يلقى راسو غير كيضيع فيهم الوقت. دونك فوالا. وبالنسبه للسيد هذا اللي بغى يقرا البرمجه، واش من الاحسن يقرا بلي فيديو في الاول عادي يدوز يقرا بوحدو لي زوط فورماسيون في جوجل، يعني هو يدير يبحث بوحدو، ولا يمشي يقرا لي فيديو يعتمد على لي فيديو؟ يعني هذاك سواء كان دي فيديو طوالي ولا قصار، يعني شنو احسن طريقه؟ يعني واخويا ياسر، هي احسن طريقه هي الطريقه اللي كتادي المطلوب، فهمتيني؟ كي دابا اللي كيلقى يعني لافورماسيون سهله الى تفرج في فيديو، الفيديو كيوريه كيفاش كتبراتيكي الحاجه، دونك كيشوف راسو انه يقدر يدير بحال داك السيد وغادي يوصل له ميم ريزولطا اللي وصل ليه. كاين واحد الجون اخر وهادو كيكونوا في شكل، فهمتيني؟ هادو هما اللي كيمشيو مزيان، اللي كيقراو الكتابه، حيت الكتاب كيخليك باش تضرب تمارين، الكتاب كيخليك باش تفهم بارتي تيوري، كتفهم التيوريك مزيان، فاش كتجي تبراتيكي كتلقى شي حوايج ما كاينينش في الكتاب. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نغوشيرشي عليهم، ولا خاصني نبراتيكيهم، وخاصني نتقاتل معاهم حتى نوصل ليهم. الكتاب كيخليك دير اني اكثر من لا فيديو، داكشي علاش انا كنصح بالكتابه اكثر من لي فيديو، اون ساشون كو كاين اللي كيرتاح لي فيديو الله يسهل عليه، ولي فيديو كيلعبوا دور مهم حتى هما. داكشي علاش كنقول انا في الاول في لي باز الانسان يبدا بلي فيديو، الانسان اللي ما كيعرفش بزاف البروغراماسيون يبدا في لي فيديو، حيت لي فيديو غادي يخليك تثق في راسك شويه، لانك داكشي كتشوفه بعينك وكتبراتيكي كتلقى الريزولطا هي نفس اللي وصل لي هذاك لو فورماتور. دونك في الاول بالنسبه للانديبيوتون لي فيديو مزيانين، ولكن قدر من انت كتزيد في النيفو كتافونسي دو بريفيرونس واخا ما بقاش، ولكن النتيجه ديالهم عظيمه، كتسهل بزاف فوالا. وكاين دي فورماسيون اللي كيكونوا فيديو، ولكن كيكونوا زعما لا بيداغوجي باش محطوطين، كيكونوا زوينين بزاف، كيكونوا في دي بلاتفورم اللي مزيانين. اللي هضرنا مثلا على بلورال سايت كتلقى دي فورماسيون محطوطين بهاد لا بيداغوجي ديال كيريسبكتو لي نورم، كتلقى راسك كتقرا التيوريك وكتخدم بالبراتيك، او ميم طون بحال كتقرا في كتاب. في لا فان ديال لا فورماسيون كتقرا راسك تقدر تخدم ديك التكنولوجي اللي شتي في لا فورماسيون، وعارف بزاف لي كونسيبت في واحد الوقت وجيز. يعني الا مشيتي تقرا في كتاب غادي ياخذ لك وقت كثير وغادي تضيع فيه وقت. دونك على حساب ثاني كما قلت لك، على حساب البلاصه اللي كتعلم منها نتايا، الا كان المصدر موثوق بحال قلنا مثلا بلورال سايت ولا كورسيرا ولا لينكدين ليرنين، دي فورماسيون كيحطوهم الناس دي زيكسبير وهذا، دونك هادو ماشي مشكله كنتي غتبع معاهم مزيان. ما كنتيش غتبع معاهم على حساب لو نيفو ديالك، كنتي ديبيطون سير لي فيديو ديال يوتيوب باش تاخذ لي باز وهذا، كنتي تبارك الله غادي كتعلم مزيان. الكتابه من الاحسن، الكتابه كيعطيك شي حوايج اللي ما كاينينش في الفيديو. داكو، وكيفاش اننا نختاروا يعني واحد السورس ديال مصدر يعني اننا اللي نتعلموا فيه؟ حيت كاين بزاف هكا، الا كيف كنلاحظوا كاملين كاين المصادر بزاف، تقدر تلقى الالاف ديال لي فيديوهات، المئات ديال الكورسات في اي تكنولوجي مثلا، سواء في البرمجه ولا في اي دومين في الاي تي. الواحد كيكون تالف يعني مثلا في البرمجه، كيفاش غادي يدير يختار؟ شنو هما لي كريتير اللي غادي يقول له يمشي هو مثلا واحد؟ انا مثلا انا باغي نقرا البرمجه، غادي ندخل اليوتيوب، غادي نطابي مثلا ispay.net، غادي يخرجوا لي بزاف ديال لي فورماسيون. شنو هما لي كريتير اللي غادي يخليوني نختار واحد لا فورماسيون وما نختارش الاخرى، بغض النظر على مثلا واش هذاك لا فورماسيون فيها لي في بزاف، ولا فيها مثلا العدد ديال الناس اللي يتبعوها بزاف؟ يعني انا كنهضر على الكونتوني مثلا، على سوا فورماتور ولا في الفورماسيون كامل. دونك فوالا بالنسبه لهاد القضيه خويا ياسر، بالنسبه لان ديبيطون ولا المهم ان ديفلوبر اللي بغى يتعلم شي حاجه، كيمشي يدير لا ريشيرش ديالو، كيطلعوا له بزاف ديال لي ريزولطا، كيفاش غادي يعرف المصدر مزيان؟ الطريقه اللي كندير انا شخصيا ملي كنبغي نتعلم شي تكنولوجيا جديده، كندخل مثلا لي سورس ديالها، فهمتيني؟ بحال مثلا بلورال سايت، كنعرف ان داك الكونتوني اللي غادي نقرا منه راه السيد اللي غاشرح، حيت اصلا داك البلورال سايت باش كيفاليدي واحد الكور خاص داك الفورماتور اللي يدير داك الكور خاص يكون فيه بزاف ديال لي كونديسيون اللي فهمتيني؟ دونك بحال كيدوزو لي انترفيو قبل ما يدوز داك الكور، فهمتيني؟ الكور كيدوز من لي فاز د فاليداسيون عاد كيتبيب ليا في لا بلاتفورم. دونك هذه الطريقه كنسهل عليا، ما كنضربش تمار، كنمشي نيشان بلورال سايت ولا لينكدين ليرنين، كنشوف داكشي اللي بغيت نقرا، كنختار انفورماسيون، كنختار وحده، ما كنكثرش من المصادر بزاف، مصدر واحد باش ما تشتتش، تنكملو ونلقى راسي محتاج شي حاجه عاد نمشي نسيرش على شي حاجه اخرى. دونك هذا اما تختار من مصدر موثوق اللي فيه
اصلا هو كيدير داك البروسيس ديال الفاليداسيون الراسو بحال بلورال سايت ولا بحال كورسيرا ولا بحال. وبالنسبه لي هنا المشكل كتطرح في لي زيسباس بوبليك بحال مثلا في يوتيوب. يوتيوب انا اي واحد يقدر يدير فورماسيون، دونك واش غادي نعرف ديك الفورماسيون مزيان ولا ما مزيانش؟ كنت ديجا جبت البث مباشر وكان الناس ما فهموها، ماشي الغالب يفهموها، كاين اللي ياخذها بواحد الشكل مغلوط فهمتيني. كنت قلت لي ما ودي الا دخلتي لشي شان في يوتيوب لقيتي مولاها كيشرح بزاف ديال الحوايج، من الاحسن دو بريفيرونس غير بعد عندك لاشين وسير لشي شان اللي كتسبيسياليزي داكشي اللي انت كتقلب عليه. انا مثلا تعلم لايس بي دوت نت ياك، طابيت مثلا في يوتيوب مثلا اي سبي دوت نت كورس ولا فورماسيون اي سبي دوت نت ولا هذا، طلع لي بزاف ديال لي ريزولتا. غادي نشوف داك مثلا داك الشوا الاول، هذيك لاشين اللي دخلت ليها شنو مولاها شارح. الا لقيتو في الغالب مثلا شارح كتلقى شي حوايج اللي عندهم علاقه بلاي سبي دوت نت، مثلا شارح مثلا الويب ديزاين، شارح مثلا سي شارب، شارح لونتيتي فريم ورك. دونك نعرف ان التيد راه كي في اطار الديفلوبمون ويب وعنده علاقه بلاي سبي دوت نت، تعلم من عنده ماشي مشكل. لكن اذا دخلت عنده لقيتو مثلا شارح الفوتوشوب فهمتيني، شارح مثلا انيم ستوديو ديال لي ديسان انيمي، شارح مثلا ولا حاط عنده شي حوايج لا علاقه لهم بالبروغراماسيون مثلا غير باش يجيب لي فيو مثلا مثل فيديو ديال الكوميديا ولا شي حاجه. ما كنهضرش على من منطلق معين، ولكن كنهضر يعني الا لقيتي واحد الميكست انكويرون يعني عدم تجانس للمحتوى في واحد لاشين، عرف ان داك السيد ماشي سبيسياليزي ديك لاشين. هذا من جهه. من جهه اخرى ممكن يكون داك المحتوى متجانس يعني كامل في اطار الدومين ديال الديفلوبمون، ولكن داك التفكير كما سيدي واحد كيتعلم مثلا كتلقى عنده فورماسيون ديال الجافا، فورماسيون ديال السي شارب، فورماسيون ديال بايثون، فورماسيون ديال بي اتش بي ولي فريمورك ديالها الى اخره، كتلقى بزاف ديال الحوايج. دونك الى خدينا يعني منطقيا، يعني منطقيا السيد ما كاينش ميتريز ديال الشيء كاع كامل فهمتيني، وجيستوم ما كاينش غادي ميتريز ديال الشيء كاع كامل. شنو كيقرا؟ اللي كيقرا هو هذاك الشيء راه ممكن يكون مزيان، ولكن مزيان لي ديبيطون. علاش؟ لان كيكون شارح غير الحوايج لي 60% المشتركه ما بين لي تكنولوجي ما بين لي لونغاج دو بروغراماسيون، وفي كل حاجه كيدير واحد لي فور دو بلوس باش يشرح شي حوايج اللي عندهم علاقه بديك لا تكنولوجي. ولكن ديك 60% ولا 70% ما عمرها غادي تفيد واحد الانسان اللي باغي سبيسياليزي في داك لو دومين. دونك انا كنت غادي نتعلم بايثون ياك، ودخلت واحد لاشين لقيت السيد كيشرح بزاف ديال الحوايج، ولقيت شان اخرى مولاها كيشرح فيها البايثون. دوك هذاك كيشرح البايثون احسن ليا من داك كيشرح بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان اللي كيشرح البايثون بوحدها راه سبيسياليزي فيها، واللي كيشرح بزاف ديال الحوايج راه واخا يكون سبيسياليزي في البايثون هذوك الحوايج غادي ياخذوا لي واحد الجهد بزاف، دوك اوتوماتيكمون بزاف ديال الحوايج فاتوا في داك البايثون اللي انا غادي نضيع فيهم كمتابع. دونك هادو هما الحوايج، اما الانسان يمشي لمصادر موثوقه بحال بلورال سايت بحال لينكدين ليرنين، ولا يمشي ليوتيوب، ولكن يكون عنده يكون انتيليجون يكون براغماتيك ويختار الحوايج على حساب الكونتوني ديال لاشين اللي بيبلي في هذاك الشيء. دونك فوالا هاكا. او تا يوديمي تا هي كتحسب تقريبا تا هي مفتوحه بيبليك، حيت ما عندهاش واحد الكونترول على الناس، اي واحد يقدر يدير فورماسيون فيها، ما كاينش واحد الكونترول على الكونتوني ديالها. يوديمي كتجيني بحال ديك الريد يوتيوب، يوتيوب الفلو كيديروا لا فاليداسيون نقولوا بانوراميك على الصوت وعلى الفيديو. يوديمي باش ناكد لك يوديمي تقدر دير فورماسيون مثلا ديال شي حاجه فورماسيون دابا موراها تقدر دير موديفي لي فورماسيون، ما كاينش الكونترول. يعني تقدر دير فورماسيون كتهضر على شي حاجه في شكل وموراها دير واحد لا فورماسيون بدله، ما كاينش واحد الرقابه كتكون انت على الكاليتي اول حاجه ديال الصوت والصوره، ولا حتى الكاليتي ديال الفورماسيون، ماشي الناس اللي متخصصين هما اللي كيديروا الريفيو. وبالنسبه لواحد الكيستيون، ان شنو مثلا واحد السيد بغى يقرا البروغراماسيون عنده مثلا باك بيس دو، واش من الاحسن يدخل يخدم مع دي سوسيتي واخا سالير كيكون ناقص يعني بارابور على الكومبيتونس اللي عنده، يدخل يخدم مع سوسيتي فواحد البيريود صغيره وياخذ اكسبيريونس ومن بعد يخرج يخدم في فريلانس ولا يمشي لشي سوسيتي كبيره، او لما ما يدخلش ما يخدم حتى شي حاجه يساين حتى تجي واحد لوبورتونيتي مثلا اللي بواحد صالير طالع بلي كونديسيون اللي طالب هو. يعني شنو احسن؟ حيت دابا لاحظت بلي لي ديفلوبور في المغرب كيشوف شي اوفر مثلا فيها الصالير ناقص كيقدر يسب داك السيد مول البوست، يقدر يقول له هذاك كيضحك علينا، واش حنايا لي ديفلوبور غنقدوا لواحد لابليكاسيون مثلا داك الصالير ديال 3500 درهم 3000 درهم، الوغ واش نظرك واش احسن الواحد يدخل غير ياخذ اكسبيريونس كيفاش كيتخدم واحد البروجي، كيفاش انه بحال يحسبها بحال واحد ستاج
مثلا انه غادي يتعلم ومن بعد يتلونسا في الدومين ديالو ولا يساين يدير ستاند باي على ما تجي واحد لوبورتينيتي اللي كيحلم بها اللي تكون كبيره. صادي بون خويا سير، انا يكون الجواب ديالي صادي بشي شويه فهمتيني، على حسب على حسب لاصوص. الا كان شي سوسيتي ديما اللي غادي الانسان ما يتعلم فيها والو، دو بريفيرونس يمشي يتعلم، يمشي يخدم فريلانس حسن ليه فهمتيني، لان كاين شي شركات ما خاصكش اصلا تدخل تخدم معاهم نهائيا. السيكتور بريفي ماشي كامل زوين، كاين دي سوسيتي نقولوا فهمتي، دي سوسيتي اللي كيكون بيان اورغانيزي بيان ستركتوري اللي ممكن تعلم فيهم، كيكونوا فيهم لي طاش مفرقين فهمتيني، هذه الا تعرض على الصالير اللي طايح شويه ماشي مشكل، لانك بالمقابل غادي تاخذ واحد البوتونسيال غادي تعلم شي حوايج ماشي مشكل. شركه صغيره بلا ما تضيع وقتك فهمتيني، الا كان الصالير مالك كفاك ما تاخذش من داك المنطلق ديال لا على اساس ان انا غادي ندخل غير نستاجي ولا لا لا، غير غادي تضيع وقتك وغادي يحرسوا عليك فهمتيني، دونك بلا ما تعطيهم فرصه فهمتيني. كل شركه بحالها ياك ماشي مشكل كان الصالير طايح على اساس انني داك الفرق ديال الصالير اللي انا ضايع فيه غادي ناخذو دي كونيسونس غادي نستافدهم ماشي مشكل. كانت شركه صغيره وصالير طايح بلا ما نضيع وقتي معاهم فهمتيني، نمشي نخدم في الفريلانس ولا نخدم دي بروجي ولا نتعلم، المهم ما نضيعش وقتي معاهم لان ما كنعتبرهاش تجربه. وحتى من بعد ملي كدات تراكم في التجارب والسي في كيبدا يكبر وكيبدا يعمر، هذوك التجارب ما تمونسونيهمش، يعني ما تقولش مثلا باش غنعمر السي في، من بعد ما غاديش تذكرهم اصلا في السي في لانهم تجارب ما والو فهمتيني، تجارب ضيعتي فيهم وقت ما استفدتي منهم والو، وخا تغديرهم في السي في اش غدير فيهم فهمتيني، حيت ما تعلمتي فيهم والو اصلا. مثلا ديفلوبر داخل مثلا كيقول لك قاد لي فاكتور بالاكسل ولا بشي حاجه، انت كتقول نتعلم على راسك ما تعلم ما والو، راه كتضيع وقتك، دونك داك الوقت اللي غادي تضيعوا معاه هو باش يعطيك واحد السالير اللي طايح بزاف وما غاديش تعلم شي حوايج عندهم علاقه بالدومين ديالك، بالنسبه لك انت خساره فهمتيني. دونك الوقت اللي غادي تضيعوا معاه سير ضيعوا على راسك، واخا تمشي غير تقرا فيه وتمدرزي فيه شي حوايج، وعلى الله اللي سيتو بدا الفريلانس ولا لا تخدم مع ديك اليوم ولا هذا احسن لك من انك تخدم مع شركه ولا هذا. ولكن بالمقابل عاوتاني الا كانت شركه بيان ستركتوري وغادي تدخل غادي داك الفارغ ديال الصالير اللي انت ضايع فيه غادي تاخذوا دي كونيسونس وباباج دونك في المساله متفق معك. وبالنسبه كيفاش واحد السيد مثلا بدا في البرمجه سواء يكون عنده باك بليس 2 ولا باك بليس 5 كيفاش يقدر يدير واحد الكارير مزيان، يعني فاش يدخل يخدم في واحد سوسيتي واش لي بروجي اللي غادي يخدم بهم هما اللي غادي يحكموا عليه انه يمشي بعيد في الخدمه ولا القرايه ديالو، يعني اللي غادي دي زوط فورماسيون اون باغالي اللي غادي يبقى كيديرها، يعني شنو الحوايج اللي غادي يخليوه يدير واحد الكارير مزيانه. جوج سياسي، يعني الانسان اللي باغي يبني واحد الكارير مزيانه في الدومين ديال الديفلوبمون خاصو يكومبيني ما بين هاد جوج الحوايج، ما بين سكي بروفيسيونيل وسكي اكاديميك، دونك ما خاصش يوقف. على سبيل المثال انا مثلا حاليا خدام اكشوالمون خدام واحد الكليون كندير زامارين ديفلوبر ياك، كنصاوب دي زابليكاسيون موبيل كروس بلاتفورم، ولكن اون باراليل ملي كنسالي الخدمه ديالي وكيبقى لي الوقت ماشي كنمشي نقرا زامارين انا خدام به فهمتيني، كنقرا شي حوايج اخرين فهمتيني، كنمشي مثلا الفول ستاك ويب ولا كنمشي للانتيليجنس ارتيفيسيال شي حوايج ان شاء الله ملي غنسير هذه التجربه هذه وبغيت نوب نمشي شي تجربه اخرى غنلقى عندي البوتونسيال باش ندخل ليها حتى هي، وكنمونسيون نفس السي في ديالي بانني عارف هذه دونك هذو كيكملوا بعضياتهم. لي بروجي اللي كنخدمهم كينفعوني انا خدام فيهم ديك الساعه وكيقدروا ينفعوني من بعد. وبالنسبه للفورماسيون وسميتو الاكاديميك سكيلز المهارات الاكاديميه هادو ما خاصكش توقف ديما لوطو فورماسيون ديما السيلف ليرنين، باش ان شاء الله من بعد الا بغيتي تختار شي مسار اخر كتلقى عندك الامكانيات باش تبدل الامكانيات. داكور. او بالنسبه للكوتي انك خدام كسالاري افيك سي تي اي ولا يعني كيفاش شنو فوقاش تاخذ ديسيزيون ان الواحد يقدر مثلا يخرج يخدم في فريلانس، يعني سواء فريلانس يخرج يخدم يعني فريلانس مع دي سوسيتي يعني في الواقع ماشي فريلانس في اونلاين، يعني كيف ديسيزيون انه يبقى يخدم على دي بروجي، يعني شنو فوقاش ياخذ هذا القرار، واش ابخي واحد 5 سنين 6 سنين 10 سنين ليكسبيريونس ولا على حسب لي بروجي اللي خدام. في الحقيقه خويا سير المساله ما متعلقاش بالعدد ديال السنوات، ولكن متعلقه بالمستوى ديال الخبرات اللي عند السيد فهمتيني. السيد الا كان كيميتريزي واحد سبيساليتي معين وقادر انه يخرج في اطار، حيت ملي كنهضروا دابا كنقول مثلا باش تخدم دي بروجي، البروجي ماشي غير الكود فهمتيني، راه كاين واحد لونسومبل ديال البروسيسوس باش تقاد بروجي. هضرنا على لانجينيوري لوجيسيال ولا جينيوري لوجيسيال، كاين بزاف ديال لي زيليمون اللي كيكونتريبيو باش تصوب ان بروجي، دونك هضرنا على لا جيستيون دو بروجي، هضرنا على باش تقاد ان بروداكت باكلوغ،
باش تفهم لو لونغاج ديال الكليون باش دير الاناليز فونكسيونيل باش اورغانيزي لي سبرينت ديالك فهمتيني باش تقاد واحد البايبلاين باش دير انتغراسيون كونتينيو ولا ليفريزون كونتينيو هاد الحوايج الا ما كاينش ميتودين ما كاينش ديرهم بوحدك هنا كنهضروا على الفريلانس بحقيقته وطريقه ماشي مثلا فريلانس غادي نصاوب واحد سيت ويب 2000 درهم فهمتيني لان ماشي ديما كاينه هاد القضيه هادي كنبغيش نخدم دي بروجي غادي تطول فيهم بزاف وتمشي فيهم مزيان ان شاء الله وهذه هي قرارات عنده من كل بستان ورده كما كيقولوا ولا من كل فني طرف كتكون عارف في ديفلوبمون لوجيسيال عارف كاع الحوايج مثلا عارف كيفاش تصاوب واحد البيلد بايبلاين مثلا ماشين تيمز اللي كنتي كتخدم الجافا ولا بلازير ديفوبس اللي كنتي في مايكروسوفت باش انفو دير تشيكي الكود ديالك تيكزيكيتا واحد البايبلاين كيدير البيلد كيدير ريليز كيديبلواي البروجي يقدر يشوفو الكليون وفي راميزير تخدم وكتاكتواليزي في البرودكت باكلوغ ديالك فهمتيني وخدام مثلا شي اوتي ديال لورغانيزاسيون مثلا جيرا ولا شي حاجه تكون تعرف هاد الحوايج كاملين ملي كتكون عارف هاد الحوايج كاملين وتقدر تمانيبيليهم وتخدمهم في البروجي حيت كنهضروا على الكليون الصحاح ماشي يقول لك مثلا ما تقدرش على البلانور كلاسيك سنة تنسالي السيتو بون ايبرجي لك وتشوفو لا هو كيبغي ليفريزون كونتيني فهمتي اي حاجه صوبتي خاصو يفاليديها لك يقول لك هادي داكشي كيكون ان ديلو بهذا دونك خاصك تكون تميتريزي هاد لي زوتي هادو الكود تكون تكتب كود اللي كيكون كلين فهمتيني كيريسبكتي لي نورم داك الكود باش الكليون الا باغي حيت انت كدير مع كونطرا مثلا يقدر ياخذ من عندك السورس كود داك السورس كود باش يقدر الكليون يفاليديه خاصو يكون احترم لي نورم باش من بعد الا جا شي ديفلوبر بغى يكمل فيه كيكون داك الكود راه كيريسبكتي لي نورم ماشي شي حاجه مثلا اللي كيفهم غير ديفلوبر اللي كاتبو بوحدو دونك باختصار امتى تاخذ لا ديسيزيون دابا باش تولي فريلانسر دونك كتكون عارف بزاف ديال الحوايج غادي ينفعوك في الدومين ديال الفريلانس من خلالهم تقدر تصوب ان بروجي كومبلي ياك ومن خلاله تقدر تسوق دوك المهارات ديالك لك اليوم انك تعرف دير هذه وتعرف دير هذه وتعرف باش تقنعو هذه الاولى كوتي كومبيتونس كون كومبيتون عاد البورتفوي يعني ما تاخذش شي خطوه تيكون عندك واحد لي كليون غتقدر تتعامل معاهم فهمتيني باش انت مثلا خدام سي دي اي مثلا عندك واحد لو صالير المهم الحمد لله قاضي بالغرض مزيان وتقول غدا غادي نديميسيوني وهذا وغادي نمشي نخدم فريلانس تقدر ما تلقى حتى شي كليون مثلا وتستقم ضيع وقتك وهذا وتندم وتقلب عاوتاني على شي شركه وتعتبر تجربه فاشله ولكن تقدر من بعد تاخذ من واحد المنظور ايجابي انك مثلا تستافد من الاخطاء اللي درتي ولكن ما غاديش تطيح في هذا الخطا هذا دونك ما تاخذ لا ديسيزيون باش ديميسيوني تيكون عندك جوج حوايج تكون عندك لا كومبيتونس الكفاءه باش تقدر انك يعني تدافع عن الكفاءات ديالك فتبرهن على انك عارف دير والنقطه الثانيه يكون عندك واحد البورتفوليو ديال الكليون غتقدر تتعامل معهم وتخدم معهم اون باراليل كتعرف فهمتيني كتعرف البيبليسيتي بوشاو وهادشي تفل ماشي بالنسبه لي حتى في الدومين ديال الريزو كلاود ولا لافخا يعني اون جينيرال هي يعني نفس هذا يعني هي راه كتخدم خصها الواحد ياخذ واحد ليكسبيريونس يعرف كيفاش يخدم في البروجي هاد البروجي ماشي غير تكنيك ماشي انك دوز ليكزيكيسيون راه قبل ما ندوزو ليكزيكيسيون كاين بزاف ديال لي زيتاب اللي كيخصهم ملي تجي حتى لهاد وبالنسبه لواحد الكيستيون ان في البرمجه مثلا ولا بروغراماسيون واش يعني يقدر الواحد يخدم في البرمجه يعني شنو كنقول يقدر يدير مثلا الفلوس من البرمجه اونلاين ولا مثلا تخدم في مع لي سوسيتي يعني واش تقدر دير بها واحد شنو نقولوا مثلا ماشي ثروه ولكن المهم واش تقدر دير بها يعني كنشوفوا مثلا دي زيكزامبل ديال الناس خدامين في ابورك خدامين في فايفر خدامين يعني داير في يوديمي كتلقى الناس اللي دايرين دي فورماسيون في يوديمي يعني واش تقدر دير واش تقدر الواحد يقدر يمشي فيها بعيد يدير بها واحد سميتها راس المال يقدر يبدا به شي حاجه اخرى يعني بشي دي بروجي ديالو يخدم بها ولا لا وشنو الا كان مثلا غادي يقدر شنو خاصو يعني شنو واش خاصو لونغلي ولا يعني يكون مزيان فيها واش خاصو مثلا اللغه الفرنسيه واش خاصو لا مثلا لا كومونيكاسيون يعني دابخي ليكسبيريونس ديالك انت على حسب ليكسبيريونس ديال اخويا ياسر فهمتيني هو الدومين يعني لا غبار عليه فهمتيني الدومين فيه الفلوس فهمتي باش ما نكذبوش عاوتاني الدومين فيه الفلوس غير هو الطريقه اللي كيسوقوا بها شي وحدين الفلوس اللي كاينين في الدومين ديال تخافي سوغ انترنت هي طريقه مغلوطه فهمتيني كيتخيل ان الانسان غادي يدخل مثلا شي سيت ويب وغادي يدو الفلوس غادي يبداو يدخلوا هذا لا الناس ما غاديش يخلصوا حتى الترانسكريبسيون في السيت الناس غادي يخلصوا علاش تبقى تعرف دير على الكومبيتونس ديالك فهمتيني دونك اول حاجه هو المهارات هو الكفاءه هو لا كومبيتونس ملي كتكون كومبيتون
نسيتو ديالك غير دي مويان غير دي مويان باش باش كتكوميرسياليزي دوك لي كومبيتونس ديالك فهمنا. دونك اول حاجه هو الانسان يكون كف انسان ديما يميتريزي الدومين ديالو. ديك الساعه فاش كتدخل لي سيت ويب ديال الفريلانس كما قلتي ابور ولا فريلانسر ولا كودور ولا هذا, دونك كتبقى تشوف لي بروجي اللي عندهم علاقه بالسبيسياليتي ديالك. في الاول كما كنقولوا بالمغربيه ما تكبرش كرشك فهمتيني, حيت شنو كيطرا في المارشي ديال الفريلانس لا بروبوزيسيون في الغالب كتجي من الفريلانسر هو اللي كي مثلا والكليون كيحط البيدجي ديالو مثلا بغات السيت ويب مثلا ب 500 اورو فهمتيني, كيبداو الناس يرسلوا لك يقولوا انا غادي نخدموا لك مثلا ب 400 اورو. انت يلاه بدي في داك السيت ويب ديال الفريلانس ماشي مشكل الا طيحتي الفلوس فهمتيني, غادي تضيع شويه فلوس لكن او ميم طون راه كتكري واحد الغيزو ديالك فهمتيني, وكتبدا الخدمه ديالك الفريلانس مثلا خدمتي ب 200 اورو مع هذا طيحت السوق على شي وحدين, ولكن انت يلاه بهذه ماشي مشكل فهمتيني, غنغمضوا عينينا ماشي مشكل. دونك تخدم مع السيد انت البروجي ديالك الاول هو اصعب حاجه, هو لو برومي بروجي راه انفو كتبدا بالبروجي الاول شي الاخر كيجي داك الشيء ساهل ان شاء الله. دونك باش تبدا في الفريلانس يكون لوبجيكتيف ديالك هو اول بروجي غتشدو فهمتيني. كاين شي وحدين انتيليجون كيخدموا اون جروب, كنعرف شي وحدين تبارك الله كيخدموا اون جروب ومشاو مزيان تبارك الله في هاد لي سيت ويب ديال الفريلانس وداروا منه فلوس الى اخره. دونك الا قدرتي مثلا تخدم اون جروب مع الدراري مثلا دي سبيساليتي ديفيرون مثلا, واحد مثلا كيدير الفرونت اند, واحد كيدير الباك اند, واحد كيدير مثلا الدي بي ا, واحد فهمتيني, كتجمعوا مع بعضياتكم كتدخلوا الفريلانس كتكون عندكم ان فالو اكثر من دخل واحد مثلا ميكونش مدير هذا الشيء كاع كامل, كتكون عندكم ان فالو. كما قلت لكم الاول الانسان يحاول ديما يصغر عينه شويه حدا راسو فهمتيني, باش ياخذ لو برومي بروجي لوبجيكتيف هو لو برومي بروجي, من بعد حتى الانسان كيبدا يعرف كيفاش ياخذ لو دوزيام بروجي ولا ثوازيام بروجي, ديك الساعه كيتحلوا البيبان ديال الرزق ان شاء الله. واحد الحاجه متعلقه بهذا السيجي هذا ان حنا درنا بلي كيخدم بزاف ديال لي بروجي بزاف ديال البروجي, فوقاش غادي يوصل لواحد انه هو يبقى يخدم واحد البروجي واحد وداك البروجي غادي يولي براند ديالو ويسوقو يولي معروف يولي الناس كيخدموا به. الوغ اوليو باش يبقى يخدم مع بزاف ديال الكليون غيبقى يدخل للسيت ويب ديالو غادي يبقى يشري البروداكت ديالو, يعني دار اي بروداكت يعني شي ابليكاسيون شي حاجه اللي كتحل واحد المشكل, فوقاش غادي يوصل لواحد داك النيفو. وخويا سير شنقول لك دابا هاد القضيه هادي كاين اللي كيديرها فهمتيني, ماشي توصل لنيفو معين. كاين مثلا اللي كيعرف غير كنعرف شي واحد غير في الديفلوبمون ديسكتوب فهمتيني, عاد صديق مؤخرا في السعوديه صاوب واحد البروجي والحمد لله خدامني مزيان ابليكاسيون ديسكتوب فهمتيني. دونك شنو كيطرا خاصك تكون عندك ليتود ديال المارشي ياك, ليتود ديال المارشي تشوف اصلا شنو الناس شنو هو الحاجه اللي فيها البوزوان ياك, ولا الحاجه اللي الكونكورونس قليله فيها ياك, ولا الا كانت شي حاجه اللي فيها كونكورونس كثير وفيها البوزوان كثير كتصوب شي برودوي اللي كيكون احسن منهم كاليتي وكيكون البري هابط شويه. دونك هادشي داخل في الماركتينغ وهذا. دونك كتختار الفكره هي الاولى كتخدم عليها. نعطي ان اكزومبل مثلا غنجي مثلا نصوب ان ابليكاسيون دو جيستيون كوميرسيال ياك, نصوب ان ابليكاسيون دو جيستيون كوميرسيال نورمالمون ابليكاسيون دو جيستيون كوميرسيال جينيريك سولوشن يعني ممكن اي واحد كيبيع يشري غادي يخدم بها, متفقين على هذه القضيه هذه. كنصوب لابليكاسيون ديالي كنكري ليها ان سيت ويب كنعطيه واحد لونو واحد البراند نعطيه واحد السميه لونو دو دومين يكون ديك السميه السيت ويب يكون هو ريبريزونطاتيف الى اخره. دونك كنصوب السيت ويب ديالي كندير واحد الحمله اعلانيه ديال داك البرودوي ديالي, حملات اعلانيه ممكن ديرها في فيسبوك ادز ممكن ديرها في جوجل ادز الى اخره, وكتستهدف ديك المناطق تبع داك البرودوي ودوك الفئات الى اخره. دونك باش يكون داك التارجيتد فهمتني, يكون استهداف ديال الناس اللي عندهم البوزوان داك البرودوي اللي انا باغي ندير. هذه هادشي سيغ انترنيت سيغ تيغان في الواقع خاصني كوميرسياليز البرودوي ديالي للناس اللي غيقدروا يخدموا به سيغ تيغان فهمتيني. كاين دي سوبر مارشي كاين محلات تجاريه كاين شحال من حاجه, دوك نحاول نلقى شي طريقه باش نتواصل معاهم ياك, ولا نخدم مثلا بطريقه ديال اي واحد مثلا غادي يجيب لي شي كليون مثلا غادي ياخذ واحد الكوميسيون معينه فهمتيني. دونك عطى الله ما يدار بالتدريج غتلقى راسك خدام على جوج ديال لي فولي, خدام على الفولي ديال الويب بليزاتس وخدام في ارض الواقع يعني عندك دي كليون فيزيك الى اخره. دونك الحمد لله كتشوف الامور ميسره الا كان البرودوي كما قلنا البخي ديالو في المتناول والكاليتي ديالو طالعه راه غادي ينجح باذن الله فهمتيني. كيحل واحد المشكل واحد المشكل واش ما كيهمش انك دير واحد البروداكت اللي كيشبه لواحد البروداكت اخر, ولا كيكون واحد المشكل ان تلقى ابليكاسيون بحال مثلا واتساب كتلقى بزاف كيديروا نفس الخدمه ديالها, يعني واش من الاحسن تمشي في هذا الطريق
ولا دير شي حاجه ديالك يعني اول فكره جديده حتى واحد ما هو في الاول خويا سير في الاول ماشي عيب تاخذ تزيد ودير بحال فهمتيني ما مش عارف تاخذ داكشي كما هو عاوتاني فهمتي كتلقى مثلا واتساب كتلقى دي زابليكاسيون ديال الميساجري بسميتو مختلف ولا كرمات فيك ديال كتشاتي كتصيفط دي فيديو كتصيفط دي سميتو دونك في الاول ماشي عيب فهمتيني ولكن بحكم ان ديك السوسيتي دوك لي زابليكاسيون موراهم دي غران سوسيتي يعني صعيب باش تنافسهم فهمنا من غير وقت كتضيعو دونك من الاحسن حاول تكون براغماتيك وتحاول تستهدف دي برودوي ولا تستهدف الاقل شي افكار اللي كتكون المنافسه ماشي شرسه وتلك لي كونكيرون ديالك ماشي مثلا دي غران كونكيرون اللي مثلا ما غاديش تبان قدامهم فهمتيني حاول تاخذ دي بروجي كيكون عطيت مثلا ليكزومبل بجيستيون كوميرسيال انسان ديما يقلب حداه ديما داك السهل الممتنع ما تبقاش تفكر مثلا لا انا خاصني نصوب كده بالدراري انا خاصني نصوب شي سيت ويب ديال شي ريزو سوسيال بحال فيسبوك ما غاديش ينجح زين شركات كبار حاولوا ما نجحوش فهمتيني جوجل بليز كاع فهمتيني ما نجحات دونك ولا مثلا داك اللي كان شي عامين دابا بان شي موقع ديال الصين تصور ولا شي حاجه اللي كان كيدير نجحش هذاك فوالا دونك كون ديما الانسان يقلب الافكار السهل الممتنع دونك ابليكاسيون دو جيستيون كوميرسيال او مو غادي تنجح فداك الضوء فهمتي كاين الناس محتاجينها سيرتو الا درتي لها شي ثمن مناسب وكانت لابليكاسيون زوينه وكتقضي الغرض دونك على غير هاد لي كونبل دي جيستيون كوميرسيال ممكن تصوم مثلا جيستيون دو لوكاسيون كاين مثلا دي لوكاسيون دو فواتور مثلا في المغرب شي ابليكاسيون كتسهل على ديال من الاخره جيستيون ديال لي سيكول بريفي الا خديتي غير جيستيون ولكن بزاف جيستيون ديال لي كلينيك فهمتيني جيستيون ديال بيرسونيل لي زونتيتي ار اش الى اخره دونك عطا الله ما يدير خاصك غير تاخذ واحد الفكره تموديليزيها مزيان دير فيها لا ريشيرش تشوف البوزوان ديال الكليون شنو كيطلب الكليون فهمتيني دو بوين دو في يوتيليزاتور تصاوب واحد لابليكاسيون اللي كتريسبكتي لي نورم ديال اليو اكس يعني باش تكون يوتيليزابل وتكون الى اخره وما يكونوش فيها لي بروبليم وتكون كتقضي الغرض تكون بيرفورمانس فهمتيني دي تكنولوجي جداد باش تكون مزيانه الى اخره وكوميرسياليزي على راسك وان شاء الله اللي كيدير السبب راه ربي كيرزقو سوا في الواقع سير ويب وبالنسبه للكوتي ديال لي بروجيكت واش من الاحسن الواحد يبقى يخدم في مثلا في جيت هاب يخدم تما ولا يعني كاين اللي كتلقاه ما كيخدمش في جيت هاب مثلا ما كيديرش دي بروجي مثلا بزاف ما كيكونش مثلا واش من الاحسن يبقى يخدم مثلا يترانكا واش داك باش كيكون الواحد مرانكي في جيت هاب واش يكون عنده واحد لافونتاج يعني في انه يقدر يشتري بروجي اخرين مع دي كليون جداد يبقى يجيب دي كليون جداد جيستومون دابا كاين دابا دي كليون اللي كيدوموندي لك البروفيل ديالك في جيت هاب باش كيفاليديك الخدمه ديالك حيت جيت هاب هو انت كديفلوبر فهمتيني ملي كندخل جيت هاب ديالك كنعرف الكود اللي كتكتب كيفاش داير فهمتيني نقدر نفاليديك بحال دابا مثلا انا مثلا خاصني مثلا شي واحد يخدم عندي في الشركه ولا هذا كندير مثلا واحد لانوم ديال الناس اللي غادي نخدموا كيجوني دي سي في السي في يقدر يدير فيه الانسان اللي عجبو فهمتيني ما عنديش شي مويه باش غادي نفاليدي داكشي اللي في السي في الا بان لي شي خطا فادح فهمتيني شي خطا فادح غنقول مثلا السي في ما كاينش يعرف هذه الحاجه هذه فهمتيني بارابور ليكسبيريونس ديالو بارابور مثلا الشركه اللي خدم في من الاخر يعني ما كاينش يعرف هذه الحاجه هذه ممكن دو بوين دو في على حسب ليكسبيريونس ديالي ولكن الا مشيت جيت هاب ديالو غادي نفاليدي غادي نشوف ايفيكتيفمون واش ديجا خدم دي بروجي بهاد التكنولوجي هادو الا ايفيكتيفمون خدم دي بروجي بهاد التكنولوجي هادو واش خدم داكشي كيما خاصو تخدم كنهضروا ديما على الكلين كود على لي برينسيپ دو كونسيبسيون على بزاف ديال الحوايج فهمتيني على لي تيست انيتير على لانتيغراسيون كونتيني واش كنخدم شي بايب المهم هادي ما كتبانش في جيت هاب ولكن كنهضر غير على الكود على البروجي وعلى الاركيتكتشر الى اخره دونك كنفاليدي هاد السيد واش الناس بهاد البوست ولا لا اترافير لو كونط ديالو في جيت هاب ممكن دابا الشركات مثلا كيفاليديو مثلا لي كونديدا في دي سبيسياليتي اخرين اور اي تي ولا اور ديفلوبمون كيفاليديو بالكونط لينكد ان ديالهم كيشوفوا لي اكتيفيتي ديالهم كيشوفوا الكارير ديالهم كيفاش دايره الى اخره كيقول لك السيد خدام ولا ما خدامش لينا بالنسبه ليا ان بوست دو ديفلوبور احسن حاجه نفاليدي بها داك الكونديدا هو الجيت هاب ديالو دونك الانسان ديما يكون عنده ان كونط جيت هاب على قبل هاد القضيه هادي يخدم دي بروجي اللي عندهم علاقه بالكومبيتونس ديالو يحطهم تما ياك يكونتريبي في دي بروجي اوبن سورس باش يخلي البصمه ديالو بانه راه شارك في هاد البروجي هذا ويمونسيوني في السي في الى اخره ومن جهه اخرى ملي كتخدم هاد البروجي هادو كيسهلوا لك الحياه ديالك فهمتيني جيت هاب سيتون سوليسيون ماشي شي حاجه مثلا اللي غادي تعقد لك الحياه بالعكس فهمتيني جيت هاب راه اوتي دو كولابوراسيون كتخدم اون ايكيب فهمتيني كاين كتغاردي لي ستوريك ديال البروجي ديالك في بزاف ديال لي زافونتاج فهمتي ما يمكنش نهضروا على هاد لا فيديو هادي ولكن خدها من لي دو سونس لو سونس بوزيتيف ان جيت هاب غادي ينفعك في الخدمه ديالك وفوق من هاد القضيه هادي غادي ينفعك حتى في التسويق ديال المهارات ديالك لان الناس غادي فاليديوك من خلال الكونت جيت هاب ديالك
كان السؤال هذا مهم بزاف واحسن اجابه وقيله يعطيها الناس خالد. وواحد السؤال ان فوقاش واش من الاحسن في الدومين ديال البروغراماسيون في الواقع واش الخدمه في المغرب ولا على برا، يعني واحد يمشي يشوف شي اوبورتونيتي مثلا فرنسا في امريكا بلجيكا يعني ولا المانيا، واش تما شنو هما اللي احسن؟ واش السالير اللي احسن ولي كونديسيون ديال الخدمه ولا لي تكنولوجي اللي كيخدموا لي بروجي اللي كيخدموا كيكونوا احسن من ان الواحد يكون مثلا خدام في المغرب؟ شنو نقول لك اخويا سير، هذه القضيه مثلا ديال بالنسبه للان ديفلوبر ما عنديش مشكل، فهمتيني؟ تخدم في المغرب ولا خارج المغرب سي تان شو، على حسب الانسان شنو كيعجبو، فهمتيني؟ اما بالنسبه زعما الدومين ديالنا بحال فهمتيني، كاين دابا دي سوسيتي في كازا ولا هذا تقريبا نفس الصالير، خدام في بلجيكا ولا في المانيا ولا في كازا راه نفس الصالير كتاخذ. عندي دراري صحابي خدامين دي صالير زوينين في كازا فهمتيني، في سيدي معروف في هذا خدام دي صالير مزيانين وفي بلاد في البلاد فهمتيني، في المغرب الى اخره. دونك علاش؟ حيت ان ديفلوبر يقدر يخدم في اي بلاصه، ماشي ضروري مثلا تجي لالمانيا ولا تجي لهذا، هي ممكن تجي هنا مثلا غير باش تاخذ واحد الاكسبيريونس فهمتيني، بحكم ان هنا كاين التنوع فهمتيني، هنا المعجزات الخدمه تقدر تنوع فهمتيني. في المغرب ربما الفرص ديال التنوع قليله فهمتيني، الا خرجتي من شركه صعيب باش تلقى شي شركه بحالها ولا هذا. دونك كاين داك لو تشالنج ديال انك ما تلقاش مثلا واحد الارضيه خصبه ديال باش تختار فهمتيني، داك الشيء قليل بارابور شي اللي كاين هنا مثلا في اوروبا الى اخره. ولكن بالنسبه للخدمه كخدمه بالنسبه لي انا ان ديفلوبر يقدر يخدم في المغرب يقدر يخدم فهمتيني، ما عنديش مشكل. ولا شوف البديل في اوروبا ماشي تما كان على حساب فهمتيني، غير من حب الاستطلاع وهذا، وديجا عندي لا فيزيون انا غادي نرجع للمغرب فهمتيني، ان شاء الله نطول هنايا ان شاء الله. داكو سميتها هذيك الكيستيون ديال الخدمه. دابا نبداو مثلا نبداو لي باركور ديال البرمجه ولا لي دومين ديال البرمجه، حتى هي فيها بزاف ديال لي دومين، بحال ممكن تدوي لنا مثلا على البرمجه بصفه عامه وشنو هما لي تخصصات اللي فيها، وكل تخصص مثلا شنو هما لي لونغاج بروغراماسيون مثلا ولا لي فريم ورك اللي خصو يخدم فيهم، حيت كنلقاو بزاف باش كيعرف واش غادي يمشي للموبيل، الموبيل شنو غادي يبقى فيه، كيمشي مثلا للويب، الويب شنو هما لي فريم ورك، شنو هما لي لونغاج اللي يقدر يخدم بها، ومثلا شنو اللي احسن، واش واحد يمشي مثلا في البارتي ديال البي اتش بي مثلا ولا يخدم مثلا لايت بي، مثلا يخدم مثلا يمشي في داكشي ديال مايكروسوفت. يعني مثلا نحاولوا نبداو مثلا مع الناس اول مره غادي يدخل معاد خدا الباك مثلا، عاد يلاه خدا الباك تخلي يقرا في ليستيا ولا تخلي لينسا ولا تخلي سياس وقرا دوزون ديال لي كلاس، وعاد اختار واحد التخصص مثلا ديال البروغراماسيون كيكون عنده بزاف ديال لي شوا، بزاف ديال كيكون تعرف واش غادي يمشي في الموبيل ولا في الويب ولا في هذاك، وعاود ثاني شنو هو التخصص لونغاج بروغراماسيون اللي غادي يساعدو يدخل لي دومين اخرين، مثلا الماشين ليرنين، ديب ليرنين، يقرا الذكاء الاصطناعي، يخدم الاي او تي مثلا انترنت اوف ثينكس، شنو هو لونغاج بروغراماسيون اللي غادي يسهلوا عليه الطريق؟ اسئله بزاف باقيه ولكن لا هو اسئله زوينين فهمتيني، ولكن ما غاديش نجاوب عليهم كاملين بحكم ان هادشي اللي قلتي ما كنعرفش فيه بزاف فهمتيني، هذا الشيء اللي كنعرف في الدور فهمتيني، نجاوبك على الدور شي حوايج مثلا في البي اتش بي وفي الجافا وهذا بحكم انني خدمت بيهم. سينو حتى في الداتا ساينس ولا في الماشين ليرنينغ ولا الانتليجنس ارتيفيسيال نجاوب ماشي مشكل. دونك نقول اخويا سير بالنسبه لان اتيديون مثلا سال القرايه ديالو فهمتيني وبغى يدخل الدومين ديال الخدمه، اشنو لو شو اللي غادي يكون عنده؟ انا لو شو اللي كنصح به هو الحوايج اللي قرا فهمتي، انطلاقا من دوك الحوايج اللي قرا، اللي قرا في الكورسيس قرا الدوت نت يكمل في الدوت نت. علاش؟ باش ما ضيعش الوقت بزاف باش يدخل باش يتانتيغرا اوتوماتيكمون فهمتيني. اللي قرا بي اتش بي يدخل بي اتش بي، علاش؟ حيت البوزوان اللي كاين في الدوت نت وفي البي اتش بي ما كاينش شي فرق كبير فهمتيني، المارشي دو طرافاي هو تكون كتميتريزي، اما لي كليون كاين اللي كيخدموا بي اتش بي كاين اللي كيخدموا بالدوت نت الى اخره. البي اتش بي لي فريم ورك اللي كنسمع عليه هنا مطلوبين كاين لارافيل مثلا، لارافيل مطلوبه بزاف، ولكن اهم حاجه في البي اتش بي هو البي اتش بي راسو. الا كنتي كتبيتر ديال البي اتش بي كالونغاج كيبقى لي فريم ورك غير دي زوتي، حيت لي فريم ورك اصلا هما ديال البي اتش بي، ديك الساعه لو شويه ديال الفريم ورك كيبقى على حساب البوزون ديال الكليون اللي تخدم معاه. وانت كتعلم راه ممكن تعلم بزاف ديال لي فريم ورك، ممكن تخدم بلارافيل، سامفونيك، وديغنايتر، كيك بي اتش بي، كاين هما بزاف فهمتيني. دونك ماشي مشكل، ليسونسيال هو تكون عندك لاباز هو البي اتش بي. هذا بالنسبه للبي اتش بي. الجافا تقريبا نفس القصه، الجافا هو في الديفلوبمون ويب كاين بزاف ديال لي فريم ورك تقريبا لو ميم كونسيبت، غير كي سو سون دي مويان ديفيرون. جينا الدوت نت كذلك. دونك
اهم حاجه هو لو شوا ديال لا سبيسياليتي. كنقول ديما لا سبيسياليتي الانسان يختار تخصص ما يبقاش مشتت، ما يقولش مثلا انا ساليت القرايه ديالي دابا عندي 3 شهور ديال الصيف خاصني نتعلم لاي سبي دوت نت، نتعلم بي اش بي ونتعلم جي اس بي. هذه الهضره هذه راه ما عارفش اشنو كيقول، فهمتيني؟ ما يمكنش تعلم شي كاع كامل اصلا في 3 شهور، وما يمكنش تجمع بيناتهم حتى 3 سنين، فهمتيني؟ لان كل سبيسياليتي راه فيها بزاف ديال الحوايج، دونك خاصك تاخذ حاجه وحده. اش الحاجه اللي كنصحك تاخذ بها هي الحاجه اللي قريتيها باش ما تضيعش فيها وقت، باش ديك 3 شهور تحاول تسقل المواهب ديالك والمعارف ديالك في داك التخصص باش اوتوماتيكمون ان شاء الله تقدر تخدم بها. سيبوزون مثلا قريتي مثلا دوت نت مثلا في السيكل ديال الانجينيوري، ولا مثلا في ليستي، ولا قريتي دوت نت، دونك شنو غادي دير؟ غادي تبروفيتي من ديك 3 شهور ديال العطله لا تريح تقرا سي شارب كما يجب، فهمتيني؟ ماشي سي شارب كما قريتيه في ليكول، فهمتيني؟ لان في ليكول الغرض ديالنا هو نخدموا دي تي بي ونخدموا دي زيكزام باش نفاليديو باش ننجحوا. اما الكود كيفاش خاصو يتكتب، فهمتيني؟ نقرا الحوايج اللي افونسي في الدومين ديال الكونسيبسيون، ماشي كونسيبسيون غرافيك ولكن الكونسيبسيون لوجيسيال، التصميم الوظيفي ديال البرامج، كيفاش نكتب كود يكون كلين، كيفاش نكتب كود نقدر نتيستي واش فعلا خدام ولا ما خدامش، فهمتيني؟ كيفاش نكتب كود اللي كيفهموه الناس، كيفاش نكتب كود اللي نقدر نضرب مثلا 10 سنين ونرجع عليه ونموديفي فيه ونزيد فيه، فهمتيني؟ كيكون اكستنسيبل وكيكون مانتونابل. دونك هاد الحوايج مهمين باش نعرفهم. باش نعرف هاد الحوايج هادو كاين دي غاكل، كاين دي برانسيب، كاين دي باترون باترن اللي ديجا محطوطين، حاطينهم الناس اللي متضلعين في هذا المجال هذا. دونك نستافد من الشيء هذا، نقرا هادشي كامل باش نعرف نكتب كود يكون كلين، لانك الكود كلين كما قلنا هو اللي غيخليني باش نصاوب دي بروجي يكونوا كونسيستون، باش نخدم دي بروجي مانتونابل، باش نخدم دي بروجي تيستابل، و فهمتيني؟ ونقاد كونت ديال في جيت هاب، ونخدم دي سوليسيون بيبليون في جيت هاب، او ميم طون نشوف دي كليون ونشوف دي سوسيتي ونخدم معاهم ونبدا بدي اكسبيريونس صغار، فهمتيني؟ والانسان بشوي بشوي كيبدا يراكم في التجارب ديالو. دونك هذا بالنسبه للدوت نت. سينو بالنسبه لي زوت سبيسيالتي راه تقريبا نفس القضيه، ديما الانسان يحاول يتعلم كيفاش يكتب كود يكون كلين، حيت كلين كود راه كاينه في كل شيء، فهمتيني؟ اي كود خاصو يكون كلين، سو جافا ولا بي اش بي ولا هذا. دونك الانسان ديما يحترم لي نورم ديال ليكريتور ديال الكود. شنو اخر عاود تقريبا هاد لا ريبونس تقريبا صالحه في لي سبيسيال دي كامل. مشينا حتى للداتا ساينس هو نفس القضيه، داكشي اللي قريتيه في الداتا ساينس حاول تميتريزي وتشوف لي نورم باش كتخدم، شنو هما لي تكنولوجي باش كيتخدموا. مثلا الا مشينا مثلا نقولوا البيك داتا، مثلا البيك داتا الناس اللي كيقراو مثلا في البيك داتا مثلا في الانسياس مثلا ولا في لافاك كيقراو مثلا هادوب ولا كيقراو سباك، كيقراو دي زوتي اخرين مثلا كافكا، كيقراو اتش بيس، كيقراو ممكن بزاف ديال لي زوتي اللي داخلين في هاد لا بلاتفورم هادي. دونك انت كتقرا غير باش تفاليدي، غير باش تفاليدي الموديل ديالك، باش في الاخر تاخذ داك الماستر ديالك ولا باش تاخذ لو ديبلوم ديالك الى اخره. ملي غتنجح دوك لي زوتي خاصك تروشيرشي كيفاش كتخدم بهم في الدومين غيال. دونك غادي دير دي ريشيرش سيغ انترنيت، الشركات كيفاش كيخدموا مثلا بهادوب، الشركات كيفاش كيخدموا سبارك، شنو هو الحاجه اللي كيخدموا بها بزاف. نصوب مثلا شي بروجي مثلا اللي غادي نجمع فيه هاد لي تكنولوجي اون براتيك، فهمتي؟ نصوب ان بروجي غيال، نجيو مثلا بالنسبه نقولوا مثلا الماشين ليرنينغ ولا هذا، غادي نصوب مثلا واحد البروجي ولا داتا ساينس اون جينيرال حيت كتجمع شي كامل. غنصوب واحد البروجي مثلا فيه الهادوب، غادي نخدم مثلا باللونغاج بايثون، غادي نصوب مثلا واحد السكريبت اللي كيدير مثلا شي فكره معينه. مثلا بحال مثلا كنعرف مثلا في كاس العالم اللي كان مؤخرا كانوا الدراري صحابي صوبوا واحد البروجي بايثون الى اخره، صوبوا كيدير مثلا التوقع ديال النتائج، فهمتيني؟ لا بريديكسيون ديال ريزولتا ديال لي ماتش اون سو بازون على الفيدباك ديال الناس في تويتر. دونك ياخذوا لي تويت اللي فيه من الهاشتاغ اللي عنده علاقه بالماتش، كيشوفوا لي زافي بوزيتيف لي زافي نيجاتيف، كتراسي واحد الجرافيك اللي عنده علاقه بالريزولتا، كيقول لك مثلا ها النسبه ديال الناس اللي قالوا غادي، وفي الغالب كتكون ديك النسبه تقريبا صحيحه اون سو بازون على دي بريديكسيون، فهمتيني؟ فوالا الانسان يحاول. ولا مثلا كاين فكره مثلا بالنسبه للناس اللي خدامين في الماشين ليرنين ولا في الداتا ساينس الى اخره، ممكن مثلا يصوب شي بروجي الشركه مثلا يصاوب واحد لا سوليسيون اللي كتنبه واحد الشركه معينه على لي زافين نيجاتيف اللي كيتقالوا عليها في السوشيال ميديا. دونك بحال واحد لاجون، واحد البوت مثلا اللي كاين في فيسبوك اللي كيقرا داك لي هاشتاغ ولا كيقرا لي تيكست اللي فيهم داك لو تيرم ديال ديك الشركه، وعنده ديجا واحد الطابلو اللي فيه لي مو بوزيتيف ولي مو نيجاتيف، كيكومبار داكشي اللي مكتوب تما، وين فوا كيلقى مثلا شي تيرم نيجاتيف كياخذ داك الليان ديال داك ستاتيو ولا ديال داك البوست ولا ديال داك الفيديو ولا هذا، كيصيفطو لديك الشركه كيقول لها فوالا راه مسيو اكس كيقول فيكم هاد الهضره هذه. واش هي تقريبا راه خدامين به، لان كتلقى مثلا شي واحد مثلا في مصر كيكتب شي حاجه على فودافون، كتدخل لاباج اوفيسيال ديال فودافون كتجاوبوا عليها، دونك باش وصلاتو بارفوم كيكونش دير نوتيفيكاسيون ديال لاباج، فهمتيني؟ دونك كاين دي بروغرام انتيليجون اللي كياخذوا لافورماسيون كيعلموا داك الكليون بان راه كيتقال فيه شي هضره وهذا،
دوك بحال الحوايج مزيان الانسان يخدمهم وراه ماشي صعاب فهمتيني. راه فاش كتدخل كتقرا مثلا اللي تشدو في هاد لي بروجي هادو راه ماشي صعاب. وديجا كاين واحد لا فورماسيون في لينكدين ليرنين كتهضر كيشرح واحد تقريبا تدخل كتخ بروجي عندهم علاقه بالماشين ليرنين وهذا. دوك الانسان عطيت غير ان اكزامبل سينو في الانترنت الا درتي اكزامبل على القضيه ديال ماشين ليرنين بروجيكتس ولا هذا غتلقى بزاف ديال الحوايج هادو. شوف شي بروجي ديال الاناليز ديالو ديال شوف لي تكنولوجي باش غتقدر تخدمهم وبراتيكو غادي تعلم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. دونك ليسونسييل هو لا بيريود لي مورا القرايه ما خاصكش تلاشي. لا بيريود لي مورا القرايه ماشي عطله, هذيك لا بيريود لي مورا القرايه بريباراسيون ديال الخدمه عليك فهمتيني. ديك الساعه ان شاء الله ملي تخدم ملي تخدم غادا تراكم في التجارب بار براتيك ان شاء الله. كاين داك هذه يعني تقريبا جاوبنا على لي كيستيون كاع اللي عطيتك وخا عطيتك دي كيستيون واحد مور واحد الله يبارك فيك. بالنسبه لواحد الكيستيون اللي نقدر نقول لك مثلا واش واحد مثلا ما واش يقدر يقرا البروغراماسيون يقرا هادشي اللي قلنا يمشي يتخصص في الموبيل ولا في الويب ولا بوحدو بلا ما يمشي للمدرسه بلا ما يدخل شنو غادي تزيدو للمدرسه ولا ليكول ولا لونيفرسيتي ولا ليستيا شنو هي لا فالور اجوتي اللي غادي تكون عنده ولا ما بين واحد اول حاجه هو الدبلوم فهمتيني. لان باقي دابا واخا دابا الشركات الكبار دوك كيحيطوا بالفكره ديال ان الدبلوم ماشي اون برومي دوغري ليسونسييل هو لي كومبيتونس ديال الكونيده. ولكن راه باقي لا ماجور كنهضروا حنا دابا على من واحد 20 عام ولا 30 عام العلم لله فهمتيني. ولكن الشركات عندنا في المغرب ولا حتى هنا في اوروبا لا ماجوريتي باقي كيبازيو على الدبلوم فهمتيني. دونك حتى الانسان يقرا باش ياخذ دبلوم ياك, ولكن الشغل الشاغل ديال الواحد ماشي هو لو دبلوم ولكن هو لي كومبيتونس. لي كومبيتونس داكشي اللي كتقرا بوحدو ما كافيش فهمتيني. ممكن الى تحسب لا كومبيتونس حوايج زوينين غادي تسهل لك الماموريه, لان الخدمه ديال المونيتورين مهمه بزاف في الدومين ديال الديفلوبمون. الى لقيتي شي واحد اللي كيوجهك وكيعلمك ستان بلوس فهمتيني, ستان شي حاجه غادي تنفعك. سينو الى مشيتي للمارشي ليرنين السيلف ليرنين التعلم الذاتي راك غادي تضيع وقت كثير فهمتيني باش تعلم شي حاجه. في الوقت الى كان شي مونيتور اللي عارف هاد الحوايج غادي يختصر عليك المسافات ويختصر عليك الوقت غادي تعلمهم دغيا. دونك فوالا. دونك اول حاجه الانسان يقرا باش ياخذ لو ديبلوم حيت المارشي دو طرافاي كيجي لي ديبلوم ياك. وثاني حاجه الانسان ما يعتمدش على داكشي اللي كيتقرا في لو كادر ديال الديبلوم, ولكن يمشي يتوسع خارج اطار داكشي اللي كيتقرا. لان الدومين ديال الاي سي ماشي بحال لي زوتر دومين اكاديميك, ماشي مثلا كتقرا مثلا ليستواغ ولا جيوغرافي ولا شي حاجه. داكشي اللي كاين في الكور غدوزو لي زيكزامان صافي سالينا من بعد تدوز شي كونكور ولا شي اكزامان تدخل مثلا للتعليم ولا شي حاجه. لا الدومين ديال الاي تي دي كومبيتونس كتكتسبهم فهمتيني. باش تكتسبهم ما كيكفيكش داكشي اللي كاين في الكور ماشي. وهادشي الا مشينا زعما الاحسن سيناريو راه لكن لو بيغ دي سيناريو تقريبا هو اللي كاين دابا. كاين دابا شي حوايج اللي باقي كيتقراو اللي خاصهم يبقاو يتقراو غير كيضيعوا الوقت فهمتيني. كاين دابا اللي باقي كيقرا في بي 6 دي زيكول بريفي ولا مثلا كيقراو في بي 6. في بي 6 واه تقريبا ما بقاش اصلا صافي. الفي بي دوت دابا مايكروسوفت التوجه ديالها على حسابي كيبان لي انا دابا تقريبا واحد 5 سنين دابا بدات كتهرب منه فهمتيني. ومن غير المستبعد انه في القريب العاجل دوك صافي غير ترفع عليه الدعم حتى هو فهمتيني. دونك كاين شي حوايج اللي خاص المؤسسات اللي كيقريو ولا لي سونتر ولا لي انستيتو يكونوا تري انتيليجون ويتادابطو مع لي بوزوان مع لي نوفال تكنولوجي ديما يقراو شي جديد. ماشي نقول ديما شي اللي كيتقرا راه مهم ولكن راه ما كافيش. ديما الانسان خارج اطار داكشي يزيد يتعمق اكثر. داك هو نفس الفكره ديالي حيت كيقول لك فاش كتكون كتقرا شي ايكول دانجينيور ولا ليستيا كيكونوا بزاف ديال لي موديل سيرتو لي انجينيور كيكون عنده كيقدر يقرا كاين دي موديل ديال الكومونيكاسيون لي موديل ديال كيقرا الماك الفيزيك كيقرا الماناجمنت كيقرا كلشي. يعني كاينين دي موديل ماشي بالتخصص ديالو ولكن كيفيدوه. يعني كيفيدوه فاش كيخرج مثلا يخدم يقدر يبريزونتي مثلا نجيبو واحد قرا بوحدو مثلا سيلف ستادي قرا واحد التكنولوجي كيعرف يخدم دي بروجي كيعرف مزيان ونجيبو واحد انجينيور عاد تخرج داك الانجينيور غادي يعرف يبريزونتي البروجي حسن من هذاك واخا ما يكونش يعني كيميتريزي البروجي مزيان غادي يبريزونتيه مزيان بواحد الطريقه اللي بروفيسيونيل واحسن. علاش؟ حيت خدا واحد لي تكنيك ديال لي كومونيكاسيون تكنيك ديال البروجي كيفاش كيخدم الماناجمنت. يعني انا فين كيلعب المدرسه ولا ليكو فين كتلعب واحد الدور كبير في الابارتي ديال هذا. في الاول السياسيه ديال ملي قلنا الانسان ملي بغى يخرج يخدم في الفريلانس خاص يكون عارف بزاف ديال الحوايج. هاد بزاف ديال الحوايج هما اللي كيتقراو في لي زيكول ديال الانجينيور فهمتيني. دونك علاش الانجينيور كيكون عنده لو بوا اكثر من مثلا ان تكنيسيان ولا ان ديفلوبور ولا هذا؟ حيت سميتو الانجينيور كتكون كيكون عنده بزاف ديال لي بوين دو فيو فهمتيني. عنده بزاف ديال
كيشوف بروجي من بزاف ديال الزوايا فهمتي، قاري جينيلوجيسيال فهمتيني، عارف البروجيكت مانجمنت، عارف عارف الديفلوبمون، عارف الانفراستركتور، عارف فهمتيني، عارف لوغانيزاسيون دو طراف، عارف بزاف ديال الحوايج. باغ كونط مثلا ان ديفلوبر شنو كيعرف؟ كيعرف غير داك لوتي اللي هو كيميتريزي فهمتيني، فداك لوتي اللي هو كيميتريزي باش يسمع لي ديطاي مثلا اللي بعد عليه شي شويه ما فهمتيني، ما غاديش يلقى كيفاش فهمتي. وقد يكون تري كومبيتون، ولكن كما قلنا ديك ديك لا بوليفالونس ما كايناش عنده، ولا بوليفالونس هي مطلوبه في الدومين ديال الاي تي. الانسان قد ما قدر يكون عارف بزاف ديال الحوايج واخا غير لاتيغالمون فهمتيني، غير سطحيا يكون عارفهم غادي ينفعوا. دونك هادشي اللي كاين، وهاد الحوايج مول الحمد لله اللي كاينين دابا في المدارس ديال الهندسه، لي زانجينيور كيتميزوا بهم لانهم كيقراو بزاف ديال الحوايج. واخا كنا كنقولوا علاش ما كان كيقراو بزاف هادشي يعني غير كيضيعوا الوقت كيقرا، لكن لا هادشي راه كيبان في الدومين ديال لو طرافاي، كيبان بان الانجينيور ايفيكتيفمون عاد واحد نظره متعدده للبروجي فهمتيني. باغ كونط واحد اللي قرا مثلا اوريونت تكنولوجي مثلا اوريونت براتيك، كيكون عنده واحد لا فيزيون ليميتي لذاك البرودوي يعني ما يقدرش يشوف من منظور اخر. او هذا راه ماشي كي قلنا حنا، هذا راه ماشي انكونفينيون، حيت واحد عنده باك بليستور يقدر يكمل القرايه، يقدر يمشي حتى الانجينيور، سواء يكون هو خدام وكيقرا يعني او ميم طو يقرا في ديزيكول بريفي، ياخذ واحد ستاتي ديال باك بليست 3 باك بليست 5 كيزيد كيزيد يعني يتعلم حوايج جداد، وخا هو يكون كيميتريزي التكنيك ديالو، ولكن كاين شي حوايج اللي ابار يعني بعادين على الدومين ديالو ولكن كيفيدو مزيان. يعني حنا فاش هضرنا قلنا انجينيور وتكنيسيان ما كيعنيش مثلا بواحد باك بليس دو راه يبقى باك بليس دو، راه كاينين دي زوبورتينيتي ان الواحد يقدر يكمل القرايه وياخذ واحد ديبلوم ديال باك بليس 5 هو خدام يعني في الدومين ديالو. دونك هادشي هاد المدن هما لي كيستيون وقيله لي كيستيون لا الحوايج اللي مهمين في البروغراماسيون. ونحاول ناكدوا كاين اللي كيقول لك واحد مثلا انا كنقرا مثلا انا عندي باك ادب واش امكاني ننجح في البرمجه مثلا ننجح في البروغراماسيون يعني انا كاين ادب على حساب الاكسبيريونس ديالك تقدر تكون حيت انت تقدر تكون قريت بزاف ديال الناس يقدروا يكونوا فيهم شي وحدين ادب وقيلا انا عندي صاحبي عندي الولد صاحبي وكنا خدمت انا وياه تبارك الله ما غاديش نذكر سميتو فهمت هو فورماتور تبارك الله وان تري بون ديفلوبر ماشي ان بون ان تري بون ديفلوبر كان ادبي كان ادبي ومشى ودار ايكول بريفي دار ايكول بريفي اللي قبلته بالباك ادب ايكول بريفي قرا فيها ديفلوبمون انفورماتيك ودابا تبارك الله خدام مزيان فهمتيني. وسولتيني قبل هذاك يمشي يصاوب الانسان براند ديال وهذا تبارك الله صاوب براند ديالو صاوب واحد لابليكاسيون وهذا ادب فهمتيني. هذا ان اكزامبل اللي كنقول لكم علاش ديما الانسان ما يقولش مثلا انا ادبي ولا هذا، وانا اللي كنهضر انا اصلا كنت غادي نكون ادبي لولا فهمتي لولا الاقدار وهذا انا فهمتيني غنعاود ثاني غنهضر على راسي وخا الحديث على النفس تيكون شويه ثقيل في الكافيام ديك لابيرود اللي كانوا كيتعمروا فيها دوك لي دوكيمون باش تختار واش ادب ولا علوم انا كنت مريض كنت كندير واحد لوبيراسيون شيروجيان فهمتيني كندير واحد العمليه جراحيه وكنت باغي ندير اداب كانت عندي لا فيزيو ديال انني باغي ندير اداب حيت كنت كنكتب كما قلت لك في الاول كنت كنكتب روايات كنكتب قصص كنكتب اشعار وفهمتي كيعجبني الدومين كنت واخذ زعما كاينه من جانب كيعجبني ماشي من جانب انني غادي نمشي فيه بزاف ولا كنت باغي ندير اداب باش نكمل في الاداب هذا. فديك لا بيريود قدر الله انني كنت مريض كندير واحد العمليه جراحيه الاخت ديالي استاذه كتقري ومن وصل هذاك الدوكيمون هي اللي عمرات فهمتيني دارت لي علوم وما قالت لي والو فهمتيني دوزت الدراما ديال الكاطريام وكل شيء قالت لي راه درت لك وطلع لي الدم وهذا ولكن في الاخر اقدار فهمتيني نقول لك يعني هو بالنسبه للاداب ولا علوم كتبقى غير اختيارات ديال الشخص اما بالنسبه لشنو ممكن تعلم وشنو ممكن دير كتبقى متعلقه بالرغبه ديال الواحد وبالجديه ديال الواحد الانسان اللي كان سيريو واخا قلت لك واخا ما يكونش قاري اصلا واخا خرج من الابتدائي الا كان سيريو ودار راسو في حاجه غادي يتعلمها هادشي اللي كنقول لك داكو. وبالنسبه للواحد مازال كيقرا حنا عندنا في المغرب يعني السيستم ديال القرايه انك تقرا نهضروا على لي زانجينيور مثلا حيت هما لي زيكول انجينيور كنلقاو بزاف سواء لي انصاف ولا لي بي تي لي سياس عندهم واحد دوزون ديال لي كلاس بريباراتور داك لي كلاس بريبا عاد كيدوز سي ان سي داك الكونكور كومان ولا في لينسا كيدوز داك عامين وعاد كيختار التخصص. واش واحد السيد مثلا يقدر يختار اللي يقدر يمشي في الدومين ديال البروغراماسيون هو مازال في الباك ولا حتى كيوصل داك دوزون كيقرا دوزون بحال اللي كنقول ماشي كيضيع دوزون كيبقى حتى داك العامين عاد كيختار واش يتخصص في جيني اندستريال ولا جيني سيفيل
ولا يمشي في مثلا في ديفلوبمون انفورماتيك ولا يمشي في ريزو تيليكوم، يعني فوقاش غادي يقدر يختار يختار البروغراماسيون، واش خصو هو ياخذ ديسيزيون في الاول يقول انا غادي نولي يعني ديفلوبر من الاول، وخا يتكلاسا مثلا في السي ان سي، وخا يبقى يجيو له بزاف ديال الاختيارات اللي يقدروا يكونوا مثلا بين قوسين احسن حدا حيت جابوا الكلاس مو مزيان، هو اللي واش يكون زعما فيزي على واحد الاختيار على بروغراماسيون ماشي يخليها اخر شوط. هذاك واحد الحاجه واش هذاك اللي غادي يخليها اخر اختيار الاخر واش غادي ينجح فيها ولا ما غاديش ينجح فيها حتى اخر لحظه عاد غادي يختار. ما فهمتي بالنسبه للمساله ديال النجاح ولا عدم النجاح، هذه المساله كما قلت كتعلق بالجديه ديال الواحد فهمتيني. في اي لحظه ممكن تاخذ القرار، الا كنت جاد فيه غادي تجي فيه مزيان ان شاء الله، ولكن دو بريفيرونس من الاحسن الانسان ياخذ قرار يكون شويه مبكر باش ما يضيعش الوقت فهمتيني. بالنسبه للواحد اللي باغي يمشي في الديفلوبمون وعنده الفكره ديال انه غيكون ديفلوبور من الاول مثلا وباقي في البكالوريا، تكون عنده الفكره من الاول انه غيكون ديفلوبور ملي يدخل ليكول ديال الانجينيور ودوز كونكور ناسيونال ياك، ومن بعد باش يتورينتا باش سبيسياليزا الى اخره يكمل في الدومين ديال الديفلوبمون. دونك هذا من الاول راه عارف شنو باغي، وتا داك لي دوزون بريباراتوار اللي كيقراو في الاول في لي زيكول ديال الانجينيور هو راه او ميم طون كيقرا داكشي لي كومون، او ميم طون كما قلنا في الوقت خارج اطار الدراسه راه كيتعمق وعارف لوبجيكتيف شنو باغي فهمتي. واحسن حاجه هي الانسان اذا كان عارف لا سبيسياليتي اللي باغي فهمتيني. واحد مثلا كيقول انا كيعجبني الانتيليجنس ارتيفيسيال، بغيت نكون مثلا داتا ساينتيست ولا بغيت نكون شي حاجه فهمتيني، عنده لا فيزيون ديال هذا، شنو خاصو يدير؟ خاصو يمشي يعرف شنو هما لي موايان اللي غادي يوصلوا لذاك لوبجيكتيف ديالو ويخدم عليهم فهمتيني. ولي كور ديال الانجينيور كتبقى غير ان موايان باش يوصل لذاك لوبجيكتيف ديالو، ماشي تسمى انه عنده ان ديبلوم فهمتيني. اما البوتونسيال راه كياخذ هو الراس وكيقرا وكيبحث الراس اللي ياخذ القرار واخا يكون متاخر ماشي مشكل فهمتيني. ان تاتي متاخر خير من ان لا تاتي، الانسان غير يكون جاد يكون جاد ويخدم. داكو نحاولوا نجاوبوا على هذه كيستيون دي كيكو كيستيون يعني اللي يكونوا مهمين الاخوان اللي متبعينا. نشوفوا اول كيستيون، اول كيستيون قال لك دوت نت واش داخل معها بي اس بالنسبه اللي سي بروغرامي سيستم كيدير بيه، واش كيدير بيه اي حاجه PS واش PS شنو قصد بها؟ واش داخل مع PS ما شنو قصد بال PC ولا PS؟ البروغرام سيستم يقدر يدير بها اي حاجه. داكو خويا مهدي بالنسبه لك كيسون ديال الدوت نت غادي ناخذ الفيديو وناخذ الاخر فهمتي. الدوت نت ودير بها اي حاجه فهمتيني، غادي نجاوبك على حسب اللي فهمت من السؤال فهمتيني. دابا الدوت نت هي واحد البواطه اوتي فهمتيني، بحال هذا واحد العلبه ديال الادوات، كل علبه ديال الادوات تقدر تصاوب بهم بزاف ديال لي بروجي فهمتيني. فريمورك متعدد الاغراض، تقدر تصاوب دي زابليكاسيون ويب كيعطيك واحد بارمي لي زوتي ديالو، كاين واحد لوتي كيتسمى لايس بي دوت نت اللي كتقدر تصاوب بيه دي زابليكاسيون ويب. بارمي لي زوتي كاين واحد لوتي اللي كتصاوب بيه لي زابليكاسيون موبيل كيتسمى zamarin.forms، وبارمي لي زوتي كاين دي تيب دو بروجي كتصاوب بهم دي زابليكاسيون ديسكتوب اللي كتصاوب بهم دي ويب سيرفيس، يعني واحد البواطه اوتي فيها بزاف ديال لي زوتي اللي كيخلوك باش تصاوب بزاف ديال لي تيب دو بروجي. دونك هذا هو السؤال اخويا، الا كان هذا السؤال اخويا مهدي سينا تقدر توضح لينا شي كومونتير اخر. داكو كيستيون هو مهدي قال لك اين مدينه انت؟ كنت جاوبت عليها انت في الاول، هضرت له في قيب نصار ما عرفتش تعرف وين قيب نصار، مدينه صغيره جيت من بلاد. هنا فين قريتي مورا الباك؟ هذه ديجا راك انت جاوبت عليها في الاول اللي تبع الباك في الاول. خريبه داكو نيس هاد لا كيسيون. انا قال لك الخوت انا كنقرا في الباك واش ندير لو اس تي ولا لو اف بي بي تي ديفلوبمون كليفت هذا يعني. هما بجوج دي شوا مزيانين اخويا، بجوج دي شوا مزيانين، ولكن الى شوفوا بجوج مزيانين فهمتيني، ولكن دو بريفيرونس كنصحك بلو اس تي. انت انا نصحك بلو اس تي يعني الا كنت انت كتقرا عندك مع لي زوتو فورماسيون مزيان يعني كتقرا اوتو فورماسيون ديال لو اس تي، الا كان عندك لو شوا ديال لو اس تي مع العلم ان التاليستي راه مزيانه، غير لو اس تي شنو غادي تعطيك؟ تقدر تكمل القرايه من بعد، تقدر تكمل بلا ليسونس، تكمل الماستر، تكمل تدخل حتى لينسا دغيا. الوغ ليستيا تقدر كتوقف تما، تقدر تمشي تخدم عاد تكمل القرايه يعني في بريفي
وتاخذ ان ديبلوم مثلا ولا تكمل ديريكتومون في ليسونس بروفيسيونيل اللي كتكون بيون. يعني هذه الا كان عندك لو شوا، الا كان لي شوا نصحك قلت انا نفس العاده ديال السي خالد نشوف هذاك هذه القضيه ديال البارطاج ديال المعلومات وهي اللي كان السي خالد قال في الاول. مرحبا، شكرا جزيلا. البروغراماسيون باللوجيك اللي هضرنا عليها، هذا واحد لا كيسيون مهمه. قال لك هذه واش خاص تبدا بالالغوريثم ولا لغه البرمجه؟ جاوبت عليها السي محمد، هضرنا عليها في الاول، قلنا بان احسن حاجه تبدا بالالغوريثم، فهمتيني؟ تبدا الى بغيتي تبدا البروغراماسيون كوم الفو، فهمتيني؟ تبدا بالالغوريثم هي الاولى باش تادابطا مع لو كونسيبت دو بروغراماسيون قبل ما تبدا تبروغرامي. من بعد دوك لي زالغوريثم كتقدر ترادويهم لدي لونغاج دو بروغراماسيون. دونك بدا بالالغوريثم هي الاولى بالاحسن. داكو، هاد حتى هي كيسيون مهمه. قال لك واش الخوارزميات عندها علاقه بالرياضيات بالماط؟ السي محمد السعيدي، سؤال زوين خويا، تبارك الله عليك، شكرا. لا خويا، دابا هو الخطا اللي كيطرا هو كتبقى واحد لا كونفيزيون، واحد الخلط ما بين الالغوريثميك وما بين لوغاريتم. لا ماشي نفس الحاجه. الالغوريثميك اللي كنقصدوا به الخوارزميات ما عندها حتى علاقه بالرياضيات. الخوارزميات هو واحد، قد نقول لك واحد لونسومبل ديال ديتاب لوجيك كتكتبهم بواحد لو لونغاج هيومان، ولكن كتكون بيان ستركتوري، عندها حتى علاقه بالرياضيات. هذاك لو لونغاج هيومان ستركتوري كيتسمى الالغوريثميك، فهمتيني؟ والوبجيكتيف ديالو هو كتموديليزي البروبليم، كتعطي لا سوليسيون ديال داك البروبليم بواحد لا فاصون اللي ممكن ترجمها بان لونغاج دو بروغراماسيون. دونك الالغوريثميك ان اكزومبل، كتقول مثلا اول حاجه غادي نبدا بها ندير بيجين، غادي نطلب من ليتيزاتور مثلا يدخل شي فالور، نقول مثلا رايت مثلا انتر ذا فاليو، غادي نقرا ديك لا فالو، فاليو مثلا ايكوالز مثلا ريد، كتموديليزي، فهمتيني؟ دي زيتاب لوجيك. دوك لي زيتاب من غنمشي مثلا للجافا، غنلقى ديك الرايت لاين هي سيستم بوان اونس بوان برينتلن، غنمشي مثلا للسي بلس بلس غتلقى هي السي شارب، غادي مثلا ديك الريد غتلقى مثلا في السي بلس بلس السي شارب مثلا هي كونسول بوان ريد لاين. دونك لو لونغاج و الالغوريثميك هو واحد لونغاج كومان اللي ممكن نترجمو لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي ما عندوش علاقه بالرياضيات. اخويا محمد، داكو، قال لك اجازه في الرياضيات والمعلوميات كافيه او نزيد نكمل نقرا؟ نقدر نجاوب على الكيستيون ديالو. الاجازه في الرياضيات والمعلوميات ما غاديش يلا كتكون عندك واحد كتكون عندك كتكون غالبه عليها داكشي الاكاديميك، يعني ما غاديش تقدر تقول لك انك تخدم في شركات ولا تخدم يعني تدخل لسوق الشغل. ضروري خصك تكمل وتكمل انت تشوف عاوتاني شنو باغي، واش تمشي في السيستم ال ان تي، سيستم ال ان تي اجازه ماستر دكتوراه. هاد الكورسيس ما غاديش يخليك عاوتاني تخدم، غادي غير يخليك تمشي في الروشيرش اكثر ما انك تمشي في الدومين بروفيسيونيل. الو الا كنت باغي تمشي للخدمه يعني تاورينتا في الدومين الخدمه، من الاحسن كدير اما ماستر سبيسياليزي اما كتدخل شي ايكول دانجينيور. و جو بونس افيك شي الاجازه، الا كانت عندك اجازه في الماط و سميتها انفورماتيك، كان اي تدوز اي تدوز الكاتريام اني مثلا ديال اي ايكول دانجينيور، راه يكون عندك واحد الحظوظ كبيره انك تكمل، سيرتو الا كانت كومبيتونس، يعني حيت هاد التخصصات كيكونوا بلوبين الماط والماط انفو. إذا كان عندك شي جواب عليه، هذا غير جواب ديالي السي خالد، ما عرفتش على حسب. انا نجاوب نعطيك اخويا حبيب، يكون جواب عام، فهمتيني؟ الانسان ما يوقفش القرايه، فهمتيني؟ كمل القرايه، فهمتيني؟ هذه النصيحه اوليه، كمل القرايه، فهمتيني؟ حيت القرايه ما عندهاش شي حد، ماشي مثلا خديت ليسونس ولا خديت الماستر صافي سي بون راني. دونك الانسان قد ما صافي ياخذ لو ماكسيموم ديال لي ديبلوم ياخذهم، فهمتيني؟ دونك كمل القرايه ديالك و او ميم طون تعلم الحوايج اللي انت باغي تتعلم، فهمتيني؟ وديجا الحمد لله عندك هاد لا ليسونس في الماث وفي لافورماتيك، غادي تعاونك بزاف في الدومين ديال ديفلوبمون. اول حاجه الماث غادي يعاونك في التفكير البرمجي، غتكون فهمتي عندك لا لوجيك، ولا الانفورماتيك قريتي عندك بي باز البروغراماسيون، يعني اوتوماتيكمون غتكون قريتي ان لانغاج، غتكون قريتي شويه ديال الالغوريثميك. هاد الحوايج غادي يفيدوك باش تختار واحد لانغاج سبيسياليزا فيه. دونك سبيسياليزا في شي حاجه وكمل فيها، او ميم طون كمل القرايه، جمع بيناتهم بجوج. نشوفوا كيستيون، قال لك عندي شي اسئله رواتب والعلاقه ديالها مع الشواهد، كنتمنى مثلا في القطاع الخاص وبصفه عامه ما كان هود على استثناء حامل ديبلوم، واش كاين يعني الفرق ما بين وقيلة باك مع فاش كيكتب بالعربيه فرونسي كيتخرج هادشي، ولكن حنا شنو بغا يقصد
قال لك واش كاين فرق ان واحد مثلا عنده باك بيس 5 مع باك بيس 3 مع باك بيس 2 في الصالير مثلا، يمكن قال لك شي فرق بين ديبلوم وهندسه ولا ما بين كاين الفرق فهمتيني كاين الفرق ما بين في الصالير كيكون فرق كبير فوالا يعني حددتي في القطاع الخاص ونقدر نقول في القطاع العام فهمتيني في قطاع الشغل بشكل عام ديما لي ديبلوم كيخلقوا الفارق بالنسبه لي ريمونيراسيون فهمتيني بالنسبه للسالير ما واحد عنده باك بليس 2 ماشي هو واحد عنده باك بليس 5 ماشي فهمتيني دونك كنهضروا في الدومين فهمتيني اما مثلا كتكون خدام فريلانس هادشي كيبقى غير شكليات فهمتيني في الفريلانس العلاقه متعلقه اكثر باشنو كتعرف دير اكثر من اشنو عندك في الديبلوم ولكن جواب على السؤال ديالك كاين فرق اخويا داكور غير هنا كاين فرق ولكن في الاخر ما كاينش فرق ما بين مهندس دوله وما بين مهندس وما بين ماستر علاش على حسب انت عندك باك بليس 5 راك درت واحد الكونديسيون اللي طالبينها هما الفرق اللي كيكون في الصالير هو ما بين باك بليس 5 وباك بليس 3 وباك بليس 2 مي باك بليس 5 تما فاش كيدوز معاك لي طاب سويفون كتقول انا باك بليس 5 كيقول لك كيشوف شنو عندك الا كان عندك مثلا انت ماستر وكيدخل الجيت هاب ديالك كيلقاه مرانكي وعندك دي بروجي خدام عليها وفي التكنيك مزيان راه كتكون واخا تكون عندك ماستر راه تكون احسن من واحد انجينيور ديتا متخرج من لين سي اس ولا لين بي تي ولا يعني هذا الفرق ديال باك بليس 5 الا كان عندك راه الصالير ما كيكونش بين الفرق بين ما كيكونش واحد الفرق كبير بيناتهم كيبقى لك شي نسبي على حساب الكومبيتونس ديالك انت اوكي ندوزو لشي كيستيون اخرى قال لك استاذ انا واحد مع جافا سكريبت هذا كيقرا جافا سكريبت وقيلا جاتو صعيبه ولا هو دار واحد الكيستيون اخرى موراها قال لك شي طريقه باش نعقل على الكودات يعني كينسى وقيلا لي كود دونك فوالا اخويا مهدي اول حاجه لكن كنهنئك داك انا ملي خدام بالجافا سكريبت سي نورمال انك تكون واحد معاه انا كنهضر معك دابا تقريبا شحال دابا تقريبا 12 عام وانا خدام بالجافا سكريبت وباقي كنحل فيها سي نورمال فهمتيني ليسونسييل هو تخدم به داك الشيء اللي انت باغي فهمتيني اما بحال شي حوايج مثلا اللي ما تخدمش بلا ما تصدع راسك ولكن اهم حاجه بالنسبه للجافا سكريبت هو تبع شي فورماسيون اللي غتشرح لك الجافا سكريبت مزيان فهمتيني الميثود ديالها باش كتصلح كيفاش تخدم بها كيفاش ديري لي زيفينمون كيفاش تفاليدي ان فورمولير سانتاكس ديالها كيفاش تخدم بلي زوبجي كيفاش تقاد لي فونكسيون الى اخره هاد الحوايج ملي كتعرفهم كتبقى الجافا بالنسبه لك ستان نوتي اللي كتخدموا في الديفلوبمون ويب فهمتيني ما تبقاش تصدع راسك ماشي حوايج اخرين مثلا اللي في الجافا سكريبت حتى كتوصل ليهم دونك هادي اول حاجه حاول تشوف شي فورماسيون اللي كتشرح الجافا سكريبت مزيان كاين عندي واحد لا فيديو في يوتيوب هو الصراحه ما فهمتيني يقدر يحل لك المشكله اخويا مهدي الا رجعتي كاين واحد الفيديو فيه تقريبا شي ساعه قلاش مختصر المفيد في الجافا سكريبت هذا تقريبا على لي باز الجافا سكريبت غتقدر تدخلو باش تاخذ داك المختصر المفيد اللي غتقدر تخدم به فهمتيني الا تبعتي داك الفيديو كومبليكيتيه غادي تحل هذا المشكل ان شاء الله ومن بعد غادي تبقى الحوايج غادي هذا التشالنج اللي ما غاديش تروح شيرش عليهم دابا نشوف لا فيديو دابا نديرو في لاكوم في الكومنتس باش يقدر يتبع لا فيديو من بعد ماشي دابا نعطيو له تعطيني لا فيديو الفيديو دابا نحط له اللين ديالو ديريكتومون نديرو له ريبلاي هو نفس لا كيسيون قلت شي طريقه هي هذه اللي كنت قلت لك كنشوفوا شي قال لك استاذ ممكن تهضر لينا على الاجازه المهنيه بعد التكوين المهني الله يسامحك انا مشكله صعيبه ماشي غير في الديفلوبمون في كاع وصعب شويه انك تدوز تقرا الاجازه المهنيه في ليطا كيبقى عندك لو شوا ديال البريفي ديال هذاك مي ما كاين ديز اوبسيون قال بفلوس ولكن ماشي بريفي بوبليك كاين لو اس تي على ما كنعرف كاين لو اس تي ديال سلاغ كيديروا لوبسيون هادي كتخلص لا ليسونس وكيعطوك ديبلوم ناسيونال فهمتيني ماشي ديبلوم بريفي كتاخذ ليسونس بروفيسيونيل بحال الناس اللي كياخذوها اللي كيقراو في لوطو انيسال وانت كتقرا في لوطو اميناجي كاين لو اس تي انت في لا فاك ديال محمد الخامس جامعه محمد الخامس الرباط حتى هي دايره دي ليسونس كيديروا هاد القضيه هادي وكاينين دي كما قال السياسي كاينين دي ليسونس بريفي بحال اللي كاينه في ستات كاين دي زيكول بريفي كيكونوا تابعين للجامعه ولكن كيعطوك ديبلوم بريفي دونك هادو هما اللي كاينين ولكن كاملين بفلوس هذا كاملين الاحسن الواحد حتى يخدم ديك الساعه ما كاينش مشكل انه يطور راسو يقدر يمشي في الدومين ديال لي سيرتيفيكاسيون كاين بزاف ديال انا كريم قلت لك واحد الناس على حسب التجربه ديالي انا ما درت ليسونس تخدم تقريبا مورا الخدمه تقريبا واحد 6 سنين ولا شحال درت لا ليسونس دونك ما تصدعش راسك بهذا الشيء هذا حاول تبروفيتي من الدبلوم اللي عندك ديبلوم باك بليس 2
حاول تخدم دي بروجي ولا خدم مع شي شركه تكون مزيانه ولا هذا، منها كتاخذ الاكسبيريونس، منها كتاخذ شويه ديال الفلوس فهمتيني. ديك الساعه ان شاء الله ملي يولي عندك الفلوس دير شي ليسونس فهمتيني، ما تعتبرش مثلا انك لا تندير لا ليسونس عاد نقلب على الخدمه ولا هذا. ديما ما توقفش المستقبل ديالك على شي حاجه اللي ممكن تجي ممكن ما تجيش ولا ممكن تجي معطله. ديما الانسان يحاول يعيش الحياه كما هي ويحاول يبروفيتي. هنا عندك لا كيسيون، هنا نقول لك شكرا على شكرا للسي خالد بعد هو الاول اللي على الوقت ديالو. تبارك الله تنتظر حرك الكومنت تبارك الله. بارك الله نشوف. انا نقول لك انا داير ليسونس بروف ديفلوبمون انفورماتيك. الى كانوا عندك دي كيسيون هذا واقيلا كيجاوب شي ريبلاي غير ريبلاي غادي نشوف دي كيسيون. قالك شنو هما الكتوبه ديال البروغراماسيون اللي فادوك بزاف كتنصحنا بهم؟ هذا سؤال توا مهم بزاف. سؤال مزيان. هما كاينين على حساب دوك الدور ديال النشر، كاين ايرولز، ايرولز الكتب الفرنسيه استفدت منهم بزاف، كاينين بلونغلي ديالك اوريلي، كاين اي براس فهمتي. هادو دور النشر كيخرجوا كتبه في الدومين ديال الاي تي وفي الدومين ديال البروغراماسيون على وجه الخصوص، كتبه زوينين ومزيانين فهمتي. سينو كاين كتبه فابور استفدت منهم مزيان ديال سانك فوجن، الا دخلتوا لجوجل ودرت سانك فوجن اي بوكس غادي يعطيك واحد لونسومبل ديال الكتبه بلونغلي مختصرين وفابور زوينين فهمتي. هادو كنصح بهم، هادو هما استفدت منهم. وكاين صراحه كتبه بزاف استفدت منهم في الاول ما بقاتش عارف الاسماء ديالهم دابا، ولكن الغالبيه ديالهم بلونغلي. داكو. واحد السؤال ديالي انا هذا يعني تفكرت عنده علاقه بهذاك، من الاحسن تقرا كتبه اللي مطبوعين اللي كتشريهم ولا يكونوا الكترونيك كتقرا ماركا بي دي اف؟ شنو اللي احسن في هذا اليدو؟ الصراحه بالنسبه للان ديفلوبر من الاحسن بي دي اف فهمتيني. بارفو كيكون عندك شي كود خاصك تكوبي باش تيكزيكوتي فهمتيني، في كتاب غضطر باش كتضيع فيه وقت كثير. دونك بالنسبه لكتاب الديفلوبمون من الاحسن يكونوا بي دي اف فهمتيني، يساعد عليه الخدمه شويه. واخا الا كان كيكتب يقدر يستافد، الا كان عادي يعاود يكتب الكود من جديد يقدر يستافد اكثر من انه يدير كوبي كولي فهاد الحال. نشوفوا دي كيستيون جدادين. هنا قال لك واش لونغلي ضروريه؟ قال لك انا كنفهم شويه بروغراماسيون، واش يلا بادي انا كنقرا دابا داكشي ديال الويب، دابا وصلت للجافا سكريبت والحمد لله يعني غادي مزيان. سي امين خويا لونغلي في الاول ماشي ضروريه فهمتيني، الحمد لله دابا غادي مزيان كمل فهمتيني، الحمد لله وصلت للجافا سكريبت راك غادي مزيان. حاول مورا جافا سكريبت تختار شي لونغاج ديناميك مثلا بي اش بي ولا نايس بي دوت نت. واخا نايس بي دوت نت ماشي لونغاج، ولكن حاول تختار شي تكنولوجي ديال ديفلوبمون ديناميك، ديفلوبمون ويب ديناميك، وكمل فهمتيني. ما تركزش على القضيه ديال لونغلي، لونغلي غير تعلمها بالموازات مع انت كتعلم راك تعلم فهمتي، ولونغلي كدوز امبليسيتمون. دونك لونغلي ضروري ملي غتوصل واحد النيفو افونسي باش تقدر تقرا شي كتبه اللي افونسي فهمتيني، ولا تبع دي فورماسيون افونسي. ولكن حاليا كمل راك غادي مزيان. اوكوراج. هنا قالك تقدر تحط لي ليست ديال لي سورس من تجربتك. بعض القديم دابا يعطينا كاع لي سورس ونخليهم في كومونتير، تقدروا ديك الساعه اي واحد دخل الفيديو يقدر يشوف لي سورس، سواء دي الكتبه ديال سي خالد، سواء لي فيديو، سواء بزاف ديال الحوايج. وكاين الفيرت ليرنين فيها دي فورماسيون ديجا ديال الاستاذ خالد، هادشي ديال يعني ديال البروغراماسيون ديال سيرتو في داكشي ديال دوت نت. مي هو غادي تقريبا غادي يحط داك لي نحط لكم لي ليان ديال داك في لي كومونتير، اي واحد يقدر داك ساعتين يوصل ان شاء الله. هنا شحال خصني، قال لك شحال خصني مثلا نجي في التكوين؟ هذه يعني هضرنا عليها قبل، ما يعني شويه سدوا على صحاب التكوين يعني زيروا عليهم بزاف. يعني ما تفكرش انك شحال غادي تجي، بحيث خصك تشوف ما التكوين ما يمكنلكش تجيب 17 18 حيت صعيبه شويه. واخا حتى كتجيبها كتستقى لي دوز واحد الكونكور مع واحد اخر مع الناس ديال اللي قراو في ستيل بي تي اس لافاك، يعني كتكون شويه الحدود كيكونوا شويه ناقصين. الاحسن الواحد تدخل تخدم في سوق الشغل ومن بعد داك الساعه تكمل. وديجا كاينين اللي خدامين في باك بليس دور، راهم خدامين مع شركات كبار، ياسين الدريويش راه كنعرفو كاملين، راه مازال هو باك بليس دور كي يعني تا هو كيخدم مع دي سوسيتي كبار، كيخدم دي بروجي كبارين، ومازال ما كيفكرش انه يكمل القرايه. يعني ما
ولكن يعني بين قوسين راه غادي في الطريق ديالو، يعني راه ما غاديش نقولوا ناجح 100%، مي راه غادي يعني فاش غادي يوصل لك الوقت ديال ليسونس غادي يدير. يعني عطيتك اكزومبل ديال واحد ديفلوبور وصافي، يعني باش ما تاخذش ان الدبلوم ليسونس راه هي الا ما درتهاش راه ما غاديش ندير حتى شي حاجه، ولا ما تركزش كي قال خالد قبيله تركز على الخدمه والليسونس يعني من بعد كتجيب وحده ان شاء الله. ان شاء الله هنا قلت لك واش ضروري تكون عندك لونجلي، هضرنا عليها هذه قبيلات لونجلي باش تقدر تنصحني تخوازيام ان يجيني انفو، بغيت نختار شي حاجه نتعمق فيها من ديفلوبمون ويب وديز ابليكاسيون ويب، ما عرفتش علاش انا اعتمدت هذا بالضبط في لو مارشي دو طرافاي، ما عرفتش شنو غيكون دوموندي دي سي 3 شي حاجه مطلوبه دابا سا فو دير نلقاها مطلوبه ابري. هذا سؤال زوين سي خالد. اختي لطيفه، بالنسبه للجواب على السؤال ديالك ما تركزيش على الادوات على لي زوتي، فهمتي شنو هما الحوايج غادي نتعلم، ركزي على لي كونسيبت. دابا اهم حاجه عندك لا فيزيون، انت كتقول لي ديفلوبمون ويب وديفلوبمون موبيل ولا بيرو، دونك عندك دي كونسيبت جينيرال فهمتيني، عندك دي سبيسياليتي اللي غتقدر تعمق فيهم. دونك حاليا ماشي تقول لي مثلا غادي نتعلم فلاتر ولا غادي نتعلم مثلا كوتلين ولا غادي نتعلم زامارين فورمز، صدعيش راسك دو سون دي زوتي. يعني من 3 سنين يقدروا زامارين فورمز يقدر ما يبقاش، فلاتر تقدر تمشي حاجه اخرى تسيطر عليه. دونك غادي تركز على لي نوسيون ديال ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون موبيل مثلا، ياك حاول تركز على لي كونسيبت. انا عارف الجواب شويه فضفاض فهمتيني، ما كيعطيكش شي حاجه من المو، ولكن الا مشيتي تقري ديفلوبمون موبيل ديال فاسون جينيريك غتفهمي الجواب ديالي. ما تركزيش على شي تكنولوجي فهمتي، ما تركزيش مثلا على فلاتر ولا على هذا ولا على هذا على السميات، ركزي على لي كونسيبت اللي عندهم علاقه بالدومين اللي باغي تعلمي. الا جينا مثلا للديفلوبمون ويب، كاين شي حوايج كتسموا لي بيلي دو ديفلوبمون ويب، الركائز ديال تطوير صفحات الويب مثلا، نهضر مثلا على الاتش تي ام ال والجافا سكريبت والسي اس اس، هادو ديما كاينين فهمتيني من هنا 3 سنين ولا 10 سنين، هذا ديما كاينين لان الويب اصلا هو هذا الكومبينيزون ديال ثلاث الحوايج. ممكن السي اس اس تحيد وتبان بلاصه شي حاجه اخرى، ولكن راه ديما كتبازي عليها فهمتيني. دونك هاد الحوايج هادو غتبروفيت انت في 3 سنين هادو، حاول تميتريزيهم مزيان. نقاد دوكيمون ويب ديالي بلاش تي ام ال، نستيليه مزيان بالسي اس اس، ندير الانتراكتيفيتي في لاباج ديالي بالجافا سكريبت. في 3 سنين هادي ميتريزي ثلاثه ديال لي زوتي، و اون باراليل نقدر نتعلم معاهم حتى شي حاجه ماشي مشكل فهمتيني. ولكن ما نركزش على لي زوتي، ما نقولش مثلا في 3 سنين غادي نتعلم البي اتش بي ولا نتعلم مثلا ستروت ولا نتعلم لا سبيد دوت نت كور ولا هذا، دو سون دي زوتي تقدر من هنا 3 سنين يقدروا يبانوا شي حوايج اخرين، دونك غادي غير تضيع فيهم الوقت. ركزي على لو كونسيبت وما تركزيش على لوتي. فوالا واحد لا كيستيون قال لك واش بيتون لونغاج كونفونابل للداتا ساين ماشين ليرنينغ؟ جو كونفيرم. والكل شيء البيتون، البيتون في ما مشيت سواء عندك دومين مثلا الديب ليرنين ماشين ليرنين الانتيليجنس ارتيفيسيال ميم الايثيكال هاكين نيتوركين اي حاجه في ما مشيت البيتون مهم. نشوف دي كيستيون لك بروميير اني تي ار اي وعندي مشكل هو ما كنتش كندخل اللي سميتها لي لايف اللي داير مايكروسوفت تيمز ودابا ما فاهمه والو. المهم ان شاء الله نفهم كل شيء وباش تنصحوني كيفاش نكون مزيان في هذا الدومين. ردي اخويا هذا ريزو غايجاوبك سي ياسر. قومي غادي تي ار اي وعندي مشكل بعدا ما عرفناش واش عندها ديفلوبمون عنده بهيجه واش عندها ديفلوبمون ولا عندها سميت تقول على شي حاجه عندها علاقه بالريزو جو كرو. لا قال لك هي عندها بروميير اني وما كانتش تدخل تقرا مع التيمز دابا ميكرو سميتها الوزاره دايرين كيقراو يعني التعليم عن بعد كيقراو في تيمز كيقراو لي موديل ديال اللي في هذاك ما كانتش كتدخل كتحس براسها ما فاهمه والو. الو شنو خص دير؟ اول حاجه هي جاوبها اون جينيرال ما فاهمه والو. كاين واحد الحاجه سميتها الاي ليرنين ما تحتاجش انه تحضر مع البروف سواء بريزونسيال ولا تحضر معاه في تيمز عاد تفهم. الا غادي تشوف لي موديل اللي عندك مثلا في بروميير اني تكلاسيهم غادي تشوف لي موديل وغادي تقلب على شنو كيقراو في ذاك الموديل وتمشي تقلب عليهم في صيغه الانترنت سواء سو فورم دي فيديو. كاينين دي فيديو بالدارجه باللغه العربيه الفرنسيه الالمانيه وكتقراها وكتبدا ا زيرو صافي واحد وغادي تحس يعني بواحد
بواحد التحسن، ولكن خصك ديك لي موديل اللي كيتقرب وتقرب بوحدك. مثلا في ويندوز سيرفر نعطيك اكزومبل ديالي انا، كتلقى في ليستيه كيقرا واحد الموديل ديال لادمينستراسيون في ويندوز سيرفر، لادمينستراسيون لينكس، هذاك الشيء كامل راه الا دخلت مثلا لاشين ديالي تلقاني شارح داك البروغرام كامل. اي سي في غير تبدا من احتى الزيت معايا بالبخاتيك والتيوريك غادي تولي كتفهم داك الموديل. الو في البروغراماسيون لا ديفلوبمون نفس القضيه، كتشوف شنو عندك في البروغرام، ما عارفينش حنا شنو كاين في البروميير هاني، وكتمشي تقراه سيغ انترنيت يعني في يوتيوب ولا يوديمي. وكنصحك يوتيوب في الاول، حيت يوتيوب تلقى فيه دي فورماسيون بالدارجه، دي فورماسيون بالعربيه، يعني داك كيكون داكشي مبسط. و اما الا مشيت ليوديمي ولا بلوراي سايت ولا شي بلاتفورم اللي افونسي شويه كتكون شويه قاصحه القضيه. وكنتمنى نكون جاوبت الجواب يكون قريب على داكشي المطلوب. ندوزو شي جوج ولا ثلاثه ديال لي كيستيون باش نحاولوا نساليو اللايف. نشوف هادي اكيستيون، هذا طويل. الا كنت ديبيتون ما يمكنش تبقى كاز كتعلم في الدار كاتخون باش تساين اوبورتينيتي في شي خدمه مزيانه، خاصك ضروري تدخل تخدم باش تاخذ اكسبيريونس، حيت دابا لي كومبيتونس و ليكسبيريونس كيلعبو. دونك بيت تقد الاخر وما عندكش اكسبيريونس وغادي تفوت تخبصها. لي باغ كونطخ الا كنتي ضارب شي سان كون ليكسبيريونس، هادي كنجاوب عليها السي خالد، قال لك على حساب السوسيتي. الا ما كانت سوسيتي انا متفق معك فاش قلتي، ولكن ربما غير ما يمكن الميساج ديالنا ما كانش واضح. دائما هي ديال الا كان شي سوسيتي اللي كتستاهل مرحبا، فهمتيني؟ الا كان شي سوسيتي غادي تكون في ديفلوبمون ماشي اكسبيريونس، غير غير تضيع الوقت. فوالا داكور، هي نفس تقريبا نفس ليدي ديال سي خالد، كيقال غير ما هذاك انا قال لك واش لايس بي ولا نوت جي اس، لايس بي كور ولا نوت جي اس. سي حسن على حساب شنو 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 لي كون لي بريغوكي اللي عندك، فهمتيني؟ اذا كنت في سي شارب غنقول لك لايس بي كور، فهمتيني؟ اذا كنت ما خدمتش في سي شارب غنقول لك نوت جي اس باش ما تضيعش الوقت، لان باش تدخل لايس بي كور غادي دوز من بزاف ديال المراحل، فهمتيني؟ دونك هذا هو الجواب. اذا كنت كتعرف سي شارب لايس بي دوت نت كور، لان غتسهل عليك لافي بروفيسيونال، فهمتيني؟ سينو الا ما كنتيش سي شارب ولا ما عندكش ديزكسبيريونس في مايكروسوفت ويب ستاك اون جينيرال، يعني ما خدمتيش بلا في سي ولا ما خدمتيش بالويب فورمز، ادخل نوت جي اس، حيت نوت جي اس كاين لاكسي رابيد، كتكون عارف غير في الجافا سكريبت كتانستالي دوك لي بروغرام اللي غتخدم بهم وتبدا خدام، فهمتيني؟ دونك على حساب كنت كتعرف سي شارب اي سبي كور، ما كنتش كتعرف سي شارب نوت جي اس. هذا نفس هذاك قال لك كاين ناس باك بليس تو وعندهم، هذه هي اللي هضرنا عطينا دي زيكزومبل الناس اللي كنعرفوهم اللي عندهم مازال باك بليس تو ناجحين في الكارير ديالهم، يعني نفس الفكره ديال سي ايمن ديالنا. واحد الكيستيون مهمه بزاف اللي قال لك واش الكلاينت ضروري تعطيه الكود سورس. سا دي بوين لا كونفونسيون خويا مهدي، فهمتيني؟ شنو تفقتي مع الكليون؟ كاين ديك الكليون اللي كيطلبوا الكود سورس، فهمتيني؟ الا درتي معاهم في الكونطرا بانك تعطي الكود سورس غتعطي الكود سورس، الا ما درتيش معاهم في الكونطرا ما محقوش يطلبوا الكود سورس. الكود سورس كيبقى لو دغوا ديال لو ديفلوبر لي صاوبو، فهمتيني؟ حيت داك لو برودوي ديالك انت هو كياخذ غير داك الريزولتا ديال داك البرودوي، مثلا سيت ويب ولا شي حاجه ما تعطيش السورس كود. الا كان متفق معك باش كتولي ملزم باش تحترم دوك البنود ديال الاتفاقيه اللي بيناتكم. الله وراء السورس كود كي، ولا كانت عندك براند داك الساعه كيخدموا غير السيرفيس واقيلا، الا كانت لابليكاسيون ديالك انت كتعطيهم غير السيرفيس وصافي، ما غاديش تعطيها من مثلا كتكون شي ما ياخذش ما غاديش ياخذها. واحد الكيستيون قال لك عندي اتعلم الجافا من الصفر، حاولت كثيرا دون جدوى، يعني الجافا ما عنده مشكل في الجافا، واش كيقصد جافا سكريبت ولا جافا؟ لا طونكو دار جافا كيقصد جافا الاخر، كون كان جافا سكريبت خويا خويا بومدين. بالنسبه لهاد القضيه ديال الجافا، حاول الا كنتي ما درتيش من الالغوريثميك، حاول تقرا الالغوريثميك، غتسهل عليك بزاف الجافا ولا غيرها، فهمتيني؟ قرا الالغوريثميك هي الاولى، حيت في الغالب يقول لك حاولت وما وصلتش كيكون عنده مونك في الالغوريثميك، كيلقى ديفيكولتي باش يامبليمونتي داكشي اللي كيشوف في لونغاج دو بروغراماسيون، حيت ديجا داك التصور ديالو ما صحيحش لانه ما قراش الالغوريثميك. دونك حاول اخويا تقرا الالغوريثميك هو الاول، سينون الا كنتي قريتي الالغوريثميك وكتلقى راسك كتلقى ديفيكولتي في الجافا، راه كاين تفسير واحد هو ان داك الماستر اللي كتعلم منه
ما مزيانش ديك لا بيداغوجي اللي انت كت اللي فيها داك السيد اللي كيشرح الشفر ما مزياناش فهمتيني دونك ما كتستافد من والو حاول تشونجي داك لا سورس اللي كتعلم منها. خل نفس قال لك جافا للمبتدئين كيقصد يعني هو قيل يلا عاد بادي فيها يعني عندي واحد الفورماسيون ديال جافا في فلاش على يوتيوب ديال لي ديبيوتون هذه ممكن ولكن كما قلت لك الالغوريثم كاين الاولى خويا بومتين شوف الالغوريثم كاين الاولى اش تحتاج باش تعلم هي هضرنا عليها في الاول ناقشناها في اللي سي في زهير يعني غادي يكون شاف من الاول يقدر هذا انا قال لك اكونت ستار ستاك اوفر فلو لايك واش بحال جيت هاف يعني ماشي نفس الحاجه لا ماشي نفس الحاجه ستاك اوفر فلو بالنسبه لينفعك في شي حوايج اخرين فهمتيني ولكن ملي كنهضروا مثلا في الدومين دو طرافاي بالنسبه لان ريكروتور ولا هذا كيشوف لي برودوي اللي كتصاوب ماشي لي ريبونس اللي كتعطي فهمتيني لان ان ريكروتور كيركز على الكود اللي غادي يتليفري ليه ماشي على لي ريبونس فهمتيني دونك من الاحسن بالنسبه الى كنتي باغي في كارير بروفيسيونيل تركز على الجيت هاب داك يكون غادي مزيان فهمتيني ستاك اوفر فلو بالنسبه لتي تخ باغ اكزومبل مثلا الى هضرنا مثلا على بحال مثلا ميكروسوفت ان في بي جو كوا كي فيريفيو سيل الكونت ستاك اوفر فلو كيشوفوا لي ريبونس دوك الناس اللي مقدمين تما باش كيفاليديهم اما بالنسبه للخدمه جيت هاب اولا من ستاك اوفر فلو. قال لك واش نقدر نقرا البرمجه درناها هذه هضرنا عليها تقدر تقرا بوحدها ولكن اي ارتفيشال انتيليجنس لا واش قال ارتفيشال انتيليجنس انا حسب لي شرك داك الشيء كامل هاد الكلمات كان من الاحسن الواحد يكتبهم كاملين باش كيكونوا واضحين في بحال اخويا قال لك واش تقدر نقراها صعيبه شويه الواحد يقراها بوحدو حيت باش نكونوا واقعيين خص ضروري دوز واحد الكورسيس يعني دوز تقرا بزاف ديال الحوايج باش يلا تقدر تخصص ما كتجي هذه ما كتخصصش فيها ديريكتوم يعني ما ماشي غير كتجي خصك دوز واحد لي زيد لي زالغوريثم ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تفهمو خاصك شي مونيتور فهمتيني وخاص ضروري شي واحد يشرح لك في الاول باش تقدر تمشي مزيان في الانتيليجنس ارتيفيسيال سينو بوحدك غادي تلقى دي ديفيكولتي اكثر لا بزاف يعني ماشي ديفيكولتي ما حيت هذا التوب كنهضروا على شي حاجه اللي عاد كتهتكم هنا شوف واحد شي كيسيون اش تحتاج لغات البرمجه العاب الموبيل اخويا زهير كما قلنا كاين بزاف ديال لي شو فهمتيني كاين بزاف ديال لي شو البلاتفورم لي جو موبيل كاين بزاف ديال لي شو فهمتيني مثلا مشينا غير للجافا كاين دي بيبليوتيك اللي كيخدم كيخليوك باش تخدم دي جو دو دي دو ديمونسيون ولا 3 دي 3 ديمونسيون الا مشينا للسي شارب كاين مثلا اليونيتي كاين انفيرسيون غراتويس وكيخلي اللوغو ديالو الى اخره كاين انفيرسيون بالفلوس كتقدر تصوب دي جو كاين ممكن دي سوليسيون كاين بزاف ديال لي سوليسيون على حساب اللونغاج اللي كتخدم به سي شارب راه كاين لي لونغاج لي كيخليوك باش تصوب دي جو والجافا كذلك هي كاين وصاد لي لونغاج كتلقى دي بيبليوتيك باش كتصوب هاد لو تيب دي جو اما كيكونوا دو دي او دي كان قال لك دي كونسيل واحد اللي بغى يكمل في السايبر سيكيورتي هذا الكيستيون ديالي هذا بالنسبه للسايبر سيكيورتي ما كيعاوتاني حتى هو بحال اللي هضرنا على الذكاء الاصطناعي ما كيجيش بوحدو خصك بزاف ديال لي بريغوك خصك تقرا بعدا النيتوركين تقرا السيستم ويندوز ولينكس تقرا سميتها وهادشي كامل تقرا واحد لونغاج بروغراماسيون ولا واحد يعني غير ان لونغاج بروغراماسيون ولا سكريبتين وعاد مثلا وتشوف انت فين باغي تخصص تختار واش تختار تمشي في لابارتي ديال سميتها البين تيست يعني البين تيست مثلا تمشي واش الاوفونسيف ولا ديفونسيف يعني كتختار التخصص ديالك عاوتاني في لابارتي اوفونسيف كاين بزاف ديال التخصصات واش تمشي دير البين تيست في الويب وخصك يعني تميتريزي الويب ما يمكنش تمشي دير واحد البين تيست دير البين تيست لواحد لابليكاسيون ويب وانت ما عارفش داك لابليكاسيون ويب كيفاش كتخدم كيفاش مبروغراميا داك لابليكاسيون يعني انا فهاد لوكا الا مشيت في الويب خصك ضروري تكون كتعرف داك لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي كاين يتبروغراماو بين داك عارف مثلا نيتوركين بغيت انت دير البين تيست في النيتوركين خصك تكون متخصص في النيتوركين يعني كتميتريزي داك النيتورك سيستم خصك تكون عاوتاني كتميتريزي السيستم حيت ما يمكنلكش تلقى واحد الثغره في واحد السيستم وانت ما عارفش داك السيستم كيفاش خدام اوكي هذه في لابارتي ديال الاوفونسيف وباش تبدا في الاوفونسيف من بعد كتقرا داك البروغرام ديال سيو اتش
سيرتيفاي ايثيكال هاكر هاد غير واحد لاباز ديال الهاكين. ولا مشيت عاود ثاني ديفونسيف كاين لابارتي ديال كتقرا على داك لي فاير وول داكشي ديال يعني سواء انسيفيس ميتريز غير ثلاثه ديال لي تيب ديال لي فاير وول يعني تقرا لي يعني الا كنت كتميتريز غير واحد ثلاثه راه مزيان حيت كاين بزاف ديال لي سون لي سوليسيون. تقرا على الواف ويب ابليكيشن فاير وول, تقرا على ان اس نيكست جينيريشن فاير وول, تقرا وتخدم بها ودير ودير ديلها. ولكن هادشي كامل كيجي حتى كيكون واحد لاباز لاباز تحت لينكس سيستم نيتوركين واحد اللونغاج سميتري. واخا واخا ما تكونش كتبروغرامي بداك اللونغاج ولكن يكون لونغاج سكريبتين من الاحسن يكون البيتون. اوكي ندوزو لشي كيستيون اخر كيستيون باش نساليو لايف. تهاليق لك تبارك الله عليكم ميرسي مريان. شوفوا تا 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 فين شاز داك الكيستيون حيت كاين كاين دي كيستيون بزاف ما يمكنناش ندوزو كامل حيت نساليو دابا يعني شوف امحونا بزاف الى ما جاوبناش الى خلينا شي كيستيون ما جاوبناش. ما شوفوا غير داك شي كيستيون الى بانت لنا مهمه اللي تساعد نجاوبوا عليها شنو احسن هو هذه بغيت ندوزها هذه ضروري شنو اللي احسن واش لانفورماتيك ولا لانجينيور انفورماتيك حيت عنده واحد الخط ما بين المصطلحات ما هي راه كتبقى نفس هذا. كنهضروا على انجينيور لانفورماتيك انا مهندس في لانفورماتيك وما كنقولوش مهندس في لانفورماتيك كامله. لانفورماتيك راه كداخله فيها راك جمعت فيها الديفلوبمون نيتورك سيستم الهاكين الايثيكال هاكين سيكوريتي الذكاء الاصطناعي ماشي مهندس في لانفورماتيك ولكن في شي تخصص كاين وما كنقولوش لانفورماتيك كنقولوا الاي تي يعني فاش كتدخل تخدم انفورميشن تكنولوجي. الوغ لانفورماتيك وانجينيور انفورماتيك ما كاينش فرق بيناتهم ولكن خصك تهضر على التخصص انجينيور شي حاجه يعني شي تخصص بالضبط. وفاش كتكون انجينيور مثلا تاخذ انجينيور عندك انجينيور مثلا ديتا جيني انفورماتيك فاش كتمشي تخدم ما كيكونش عندك ستاتي ديال جيني انفورماتيك ولكن شوف انت فين دخلت واش خدمت ادمنستراتور سيستم ادمنستراتور ريزو ديفلوبر مثلا واش فول ستاك ولا الباك اند ولا داكشي ديال الديفلوبمون. ندوزو لاخر سؤال باش نساليو هذه هضرنا عليها اوتو فورماسيون خصك دار بوحدو بلا ايكول واش كافي باش تخدم في العادي سوسيتي الدبلوم دارو السياسي ولا يمكن وقيلا مشى البتلة
ياسر، السلام عليكم. ما غاديش كنسمعك اخويا ياسر، سمح لي ما عرفتش نوط واش شي مشكل في السي ياسر. كسماني ياسر، السلام عليكم. ما غاديش كنسمعك اخويا ياسر، سمح لي ما عرفتش نوط واش شي مشكل في السي ياسر. كسماني ياسر، السلام عليكم. ما غاديش كنسمعك اخويا ياسر، سمح لي ما عرفتش نوط واش شي مشكل في داكور. دابا كتسمعوني مزيان؟ دابا راه كاين الصوت. دابا مزيان كتسمعني؟ دابا راك لا ما عندي، ماشي ما عندك، لا ما عندي انا حتى الاراضي مريت الروتور. داكو صايت نختمو صافي. يعني جاوبنا على هذه الكيستيون يعني اللي قدرنا نجاوبو عليها. لا ما عندي، ماشي ما عندي انا سميتها شنو شنو انا اسمع شي صوت على هذه الكيستيون يعني اللي قدرنا نجاوبو عليها. داكوغ، سمح لي ما كنتش كنسمع. داكوغ، دونك فوالا كنعتذروا على هذا العطب التقني اللي طرا، وكنعتذروا الى ما جاوبناش على جميع الاسئله، وسمحوا لنا بزاف على التقصير. ان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى احسن ان شاء الله، ونجاوبوا على الاسئله ان شاء الله الكريم. وكما العاده راه حنا بشر، فهمتي، ممكن نخطئوا في شي حوايج، ممكن ديزانفورماسيون مثلا لو ميساج ما داش بلا فاصون اللي خاصو يدوز بها. دونك نعتذروا على اي حاجه، وكنتقبلوا جميع الملاحظات ديالكم، وشكرا لكم على الحضور ديالكم، وشرفتونا بهذا المتابعه ديالكم. والشكر موصول للسي ياسر على هذه الدعوه الكريمه، جزاه الله خيرا. ان شاء الله نتلاقى فرصه اخرى احسن ان شاء الله الكريم، وشكرا لكم جميعا. ان شاء الله ومرحبا في اي وقت، ان شاء الله نعاودوا فرصه تكون فرصه اخرى. وشكرا على الوقت اللي عطيتنا يعني على باش نجاوب على دي كيستيون على الناس اللي متبعينا، وان شاء الله تكون مره اخرى ان شاء الله كريم. بارك الله فيكم وشكرا.